الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. حلقة النهاردة بعنوان العصفورة. عصفورة قالت لي حاجات هقولها لحضراتكم. الأول بس خليني الأول أبدأ مع حضراتكم بتاريخ النهاردة. النهاردة كام؟ 8/12/2019. قبل فتح باب الانتقالات الشتوية بأقل من حوالي 18 يوم، مظبوط؟ 22 يوم. 22 يوم قبلها انا بقول لحضراتكم ان العصفوره جت قالت لي حاجه مهمه جدا 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 النهارده. عندنا زي ما حضراتكم عارفين الاستبدال في شهر يناير القادم، بدايه من 1/1/2020 من حق كل نادي ان يستبدل مجموعه من اللاعبين اذا ما كانش استبدلهم قبل كده. طيب النادي الاهلي مثلا يحق له ان يستبدل 2 لاعبين، نادي الزمالك يحق ان يستبدل لاعب، بقيه الانديه اللي عنده 2 واللي عنده 3 اللي ما عندوش، في انديه ما لهاش. النهارده يوم 8/12/2019 انا بقول لحضراتكم كلام معلومات وليس مجرد كلام طالعين نقوله. احد المدربين أو أحد أعضاء لجنة فنية في أحد الأندية، النهاردة أنا مش هتكلم بأسماء، مش هقول الأسماء مين ولا هقول اسم النادي إيه أو اسم الأندية إيه، أنا النهاردة هتكلم بشكل عام بشكل عام. أحد أعضاء اللجنة الفنية في أحد الأندية الكبيرة اتكلم مع المسؤولين في هذا النادي واتكلم معهم، قال لهم يا جماعة إحنا على الأقل محتاجين 3 لاعبين في شهر يناير. 3 لاعبين، منهم باك رايت، منهم سيرد باك، منهم سيرد باك دي قديمه شويه، ستوبر او مدافع قلب دفاع ومهاجم. محتاجين عشان نكمل في البطولات اللي احنا بنلعب فيها الثلاث لاعبين دول يكونوا متواجدين، وثلاث لاعبين سوبر يعني يكونوا متواجدين بدايه من شهر يناير القادم. طبعا من حق كل نادي ان هو يسعى ان هو يخلي فريقه افضل فريق، ما عنديش اي مشكله في هذا الكلام، ولكن امتى يكون الدوري كويس او امتى تكون كره القدم في اي بلد كويسه؟ عندما يتم وضع لوائح وقوانين، هذه اللوائح والقوانين يتم تطبيقها على الكبير والصغير، على اللي خد 1000 بطولة واللي ما خدش ولا بطولة. طالما بيلعبوا عندنا مثلا في الدوري الممتاز يحق الاستبدال للأندية في خلال من يوم 1/1 لغاية يوم 30، والاستبدال ده قد يكون ممكن يكون تم الاستبدال أو انتهى الاستبدال قبل كده، ولكن إذا كان من حق النادي إن هو يستبدل فيستبدل بحد أقصى 3 لاعبين. النادي الأهلي من حقه إن هو يستبدل 2 لاعبين، بقية الأندية اللي عنده 1 واللي عنده 2 واللي عنده 3 واللي ما عندوش خالص، اللي عمل الاستبدال في أول السنة، حاجات كتيرة جدا. النادي الأهلي دايما بيعمل إيه؟ النادي الأهلي دايما بينظر لشيء واحد فقط، وهو تطبيق اللوائح والقوانين على كل الناس، على كل الناس، النادي الأهلي وال 17 نادي اللي موجودين معاه. فخلينا أكمل لكم قصة العصفورة. فالعصفورة قالت لي ان احد اعضاء اللجنه الفنيه في احد الانديه قال ان هو عايز الثلاث لعيبه دول مهاجم وقلب دفاع وباك رايت لازم يبقوا موجودين في شهر يناير للمنافسه على كل البطولات. ايه اللي حصل؟ تمت اتصالات خفيه او اتصالات سريه زي ما حضراتكم عايزين تقولوها قولوها، ما بين المسؤولين في الانديه دي وما بين مسؤولي او مسؤولين في اتحاد كره القدم. فالاتصالات دي لما اتعملت طبعا انت كان في مرونه ان احنا ممكن جدا ان احنا او موافقه مبدئيه ان احنا ممكن نفتح الاستبدال. انا بقول لحضراتكم معلومات، انا دلوقتي مش بتكلم بالاسماء، لكن عارف الاسماء، عارف اسم عضو اللجنه الفنيه، عارف اسم المسؤولين اللي في النادي اللي كلموا اللي مسؤولين في اتحاد كره القدم واتكلموا مع بعض في ايه وقالوا ايه
ووصلوا لايه وهنعملها ازاي ومش هنعملها ازاي، وانا عارف اللعيبه اللي عايزين يجيبوها كمان. يعني انا عارف اللعيبه اللي عايزين يجيبوها كمان، ولكن دي حاجه ما تخصنيش. انا بس طالع النهارده عشان اقول لحضراتكم الكلمتين دول، ان النادي الاهلي بيلتزم باللوائح والقوانين اللي تم وضعها قبل بداية الموسم، مش في منتصف الموسم، قبل بداية الموسم مش في منتصف الموسم. ده معناه ايه؟ معناه ان النادي الاهلي هيلتزم بان هو يتبقى له اتنين استبدال، اتنين لعيبة يقدر يستبدلهم فقط، ما يقدرش يعمل اكتر من كده. وبالتالي النادي الاهلي سيظل متمسك بهذه اللوائح. القصة اللي أنا حكيتها دي هي مش قصة، المعلومة اللي أنا قلتها دي بقولها علشان الكل يعلم ماذا يحدث في السر. الكل يعلم ماذا يحدث في السر. بص هيتقال لكم إيه بقى الفترة اللي جاية دي؟ أصل الموسم ده موسم استثنائي، يا أخي زهقنا من كلمة استثنائي. زهقنا وقرفنا من كلمة استثنائي، مفيش حاجة اسمها موسم استثنائي. الموسم الاستثنائي كان السنة اللي فاتت، أقدر أقول لحضراتكم وكنا كل شوية بنطلع نقول اصل ده اتغير من اللي اتاجل، او الماتش اللي اجلوه مره تانية، المؤجل تم تاجيله مره واثنين وثلاثه عشان موسم استثنائي، وعدى الموسم والاهلي خد الدوري وكل ده، على الرغم من الاهلي كان دائما يطالب بايه؟ بتطبيق اللوائح، ما بيطالبش بحاجه تانية اللي هي كان المفروض اللي هي احنا كنا بدانا بيها اول السنه. ولكن الكل بما ان النادي الاهلي هو نادي الوطنيه، فدايما كان النادي الاهلي بالنسبه له ايه؟ ان الدوري يمشي وان الدنيا تمشي، واهم حاجه ان بلدنا تفضل معروف ان الدوري المصري هو ده اقوى دوري في افريقيا. فعايزين نكمل بهذا الشكل. فالنادي الاهلي دي كانت مطالباته. فدلوقتي انا بقول لحضراتكم ان هذه المعلومات هي معلومات انا متاكد منها بنسبه 100%، وهذه الاتصالات حدثت اول امبارح. امبارح بالليل، وكان هناك مرونة من قبل المسؤولين في اتحاد كرة القدم أو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم في إن الموضوع ده يعدي، مفيش مشكلة. هيقولك إيه بقى؟ هيقولك أصل الموسم استثنائي، أصل إحنا عايزين نساعد الأندية اللي بتلعب في أفريقيا، عايزين نساعدها. الأربع أندية اللي بتلعب في أفريقيا، أهلي وزمالك ومصري وبيراميدز، فلانهم كلهم طبعا بيلعبوا باسم مصر. وجهه نظرنا او وجهه نظري ان عشان انت بتلعب باسم مصر يجب ان يتم تطبيق اللوائح اللي تم وضعها في اول الموسم. ما تجيش حضرتك في نص الموسم وتعمل ايه؟ وتقول لا والله انا ما فاضليش مثلا ما فاضليش استبدال، فانا عايزكم تعملوا استبدال تاني. دي مش مشكلتي حضرتك، دي مشكلتك انت. انت اللي ما عندكش حد، ما مش عارف يفكر بشكل جيد. او فاضل لك مكان، او فاضل لك مكانين، او فاضل لك ثلاثة. عشان بس ما بقاش بتكلم على نادي بعينه، لكن اذا ارتقيت او شفت ان الفترة اللي جاية محتاجة ان انا اتكلم بالاسماء، هطلع اقول واتكلم بالاسماء. فانا بس حبيت ان انا النهاردة أوري حضراتكم ماذا يحدث. نحن قاعدين، احنا دورنا ان احنا دايما ننور لجمهور النادي الاهلي ماذا يحدث خلال الفترة السابقة في حوالينا. بلاش اتكلم على خلينا حوالينا، بيحصل حوالينا ايه. فاللي انا بقوله لكم ان هناك بعض الأندية بتحاول ان تغير نظام الاستبدال الذي تم اقراره في بداية الموسم، لأن هذه الأندية تحتاج لأكثر من عدد الأماكن الاستبدال اللي هي ممكن تستبدلها في شهر يناير اللي جاي. ففي نادي عايز 3-4 لعيبة أو 3 لعيبة بالتحديد، هم كانوا بيتكلموا في 3 لعيبة بالتحديد، قلب دفاع، أنا بقول تاني أهو، قلب دفاع وباك رايت ومهاجم سوبر. فأنا رأيي مثلا، يعني ما أعرفش طبعا، من المفترض أن يخرج اتحاد كرة القدم، مفروض يعني خلال الفترة القادمة أو خلال اليومين ثلاثة اللي جايين يطلع يقول يا جماعة الكلام ده مش صح، احنا هنطبق ببيان رسمي طبعا، احنا هنطبق اللائحة كما هي حرصا على الشفافية، وان احنا على مسافة واحدة ما بين كل الأندية.
عشان الموضوع يتقفل واطلع انا كذاب. انا موافق، ما عنديش مشكله، انا عايز اطلع كذاب، انا عايز اطلع كذاب، بقول اي كلام اذا كان الكلام اللي انا بقوله ده اي كلام. لانه زي ما قلت لحضراتكم، هي الحلقه النهارده عنوان العصفوره. العصفوره دايما انا عندي عصافير موجودين في وسط الاماكن، فالعصفوره دايما بتبقى واقفه على الشجره وبتسمع كل الكلام. وللاسف بعض الانديه ما بيبقاش عندها، معرفش هل ده موجود، هو ده موجود في النادي الاهلي بس الحقيقه، لانه احنا شفناه خلال الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي قعد 4 شهور شغال على موضوع او على مجموعه قرارات اقتصاديه وكيانات اقتصاديه كبيره جدا، ومحدش عرف غير يوم الاربعاء اللي فات. كلنا كنا عارفين ان في حاجه بتتحضر، بس ايه وفين وازاي محدش عارف، على الرغم من ان كان شغال لجنه تسويق ولجنه قانونيه ولجنه فنيه ولجنه قول 40 50 واحد كانوا عارفين الموضوع ده. ولكن النادي الاهلي ما لم يعلن، ومحدش فينا القريب، الناس القريبه من مجلس الاداره والقريبين واللي موجودين دايما داخل النادي الاهلي ما كانوش عارفين حاجه. عارفين ان في حاجه بتحصل، لكن ايه هي محدش عارف. فبرضه مش ذنبي ان حضرتك بتقعد تتكلم في كل حته، فكل حاجه بتوصل وكل حاجه بتيجي، والعصافير كتير، العصافير كتير وبيحبوا النادي الاهلي قوي، فبيجوا يحكوا لي والله ده في كذا. وبعدين ده ما كانتش عصفوره، ده عصفوره واثنين وثلاثه بنفس اللهجه بنفس الشكل تقريبا. وبالتالي هي معلومه صادقه ومعلومه، يا رب يا رب اطلع كذاب يا رب. انا اتمنى ان يعني شوفوا حضراتكم، اتمنى ان يخرج اتحاد كره القدم ببيان رسمي، بيان رسمي يقول فيه يا جماعه والله بصوا احنا هنطبق اللوائح، موضوع بسيط ما فيهوش مشكله يعني، واللي الكلام اللي اسلام الشاطر بيقوله ده كذب، والكلام اللي العصفوره قالته لاسلام الشاطر ده كذب. فانا حابب بس ان انا اقول لحضراتكم النهارده 8/12، الحد 8/12، 22 يوم قبل نهايه الشهر وقبل فتح باب الانتقالات الشتويه، وبالتالي سيكون هناك لكل نادي من حقه ان هو يستبدل. انا هتكلم على الاهلي، من حقه ان هو يستبدل 2 لاعبين. في انديه عندها من حقها ان هي تستبدل 1، في انديه 2، في انديه 3، وفي انديه ما عندهاش استبدال خالص. انا قلت واتكلمت مع حضراتكم في هذه المعلومه، على الرغم من ان انا كنت محتار اتكلم فيها ولا ما اتكلمش فيها، حاجه تخصني ولا حاجه ما تخصنيش، ولكن لما لقيت ان النادي الاهلي دائما يحب ان يلتزم بالقواعد ويحب ان يلتزم باللوائح، فخلاص بالنسبه لي الموضوع اتقفل، دي حاجه تخص النادي الاهلي. ما هو انا مش هينفع كل سنه عشان حضرتك قريب من ناس معينه او مسؤولين هنا قريبين من مسؤولين في بعض الانديه يبقى نحابي هذه الانديه على بقيه الانديه الاخرى. يعني مش هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، ومش كل سنه يحصل هذا الموضوع ويطلع كلام النادي الاهلي صح، ويطلع الكلام اللي طالب بيه النادي الاهلي هو اللي صح، ويطلع لما قال قبل كاس الامم الافريقيه يا جماعه خلينا نخلص من الدوري قبل كاس الامم الافريقيه واللي يكسبه يكسبه صح. وفي النهايه ايه اللي حصل بعد اللخبطه اللي حصلت وبعد اللعيبه اللي والمجاملات اللي حصلت واللي حصل خلال الفتره اللي فاتت؟ الاهلي هو اللي خد الدوري برضه، الاهلي اللي خد الدوري برضه لانه الفريق الاقوى. بس ده ما يمنعش يا جماعه ان احنا نطبق النظام على الكل بما فيهم النادي الاهلي. بالمناسبه انا هنا لما بتكلم عن النادي الاهلي اكتر طبعا، والاستاذ عمرو الجنايني اول ما طلع في اول لقاء ليه في التلفزيون اعتقد كان مع الاستاذ عمرو اديب، طلع وقال لك انا هطبق اللوائح على كل الناس، على اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد وسموحه وامبي واي حد مش هتفرق معايا. اتمنى يا استاذ عمرو، اتمنى استاذ عمرو ان يتم تحقيق هذا الكلام، ما نلاقيش خلال الفتره اللي جايه ايه حرصا على مصلحه البلد وحرصا على مصلحه الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الأفريقية، وحرصا على إن احنا بنحاول ندعم هذه الأندية عشان تكسب بطولات. لا، الأندية دي قادرة، أو أنا هتكلم عن النادي الأهلي أنا ما أعرفش، لكن خلينا نتكلم عن النادي الأهلي. النادي الأهلي قادر لأنه عنده ناس
او عنده مجموعه مسؤوله عن كره القدم، سواء من اول المشرف العام كابتن خطيب، لجنه التخطيط كابتن محسن صالح، كابتن زكريا، كابتن خالد بيبو، مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. ناس بتعرف تفكر، ناس عرفت ان هي عندها هتبقى محتاجه 2 لعيبه في شهر يناير القادم، وبالتالي قعدوا يفكروا مع بعض. كابتن سيد عبد الحفيظ حط الاستراتيجيه اللي النادي هنمشي بيها، مشينا بالاستراتيجيه دي بموافقه طبعا الكابتن خطيب ولجنه التخطيط، وبالتالي تم اتباع هذه الاستراتيجيه اللي خلت عندنا 2 لعيبه ممكن نستبدلهم في شهر يناير اللي جاي. ادي الموضوع كله اهو، الفريم اهو، احنا عندنا ناس بتخطط وتفكر دلوقتي والقدام، دلوقتي والقدام. يعني انا دلوقتي بفكر ان انا اكسب ماتش وادي دجله، وفي نفس الوقت بفكر في الماتش اللي بعد وادي دجله. لكن حضرتك دلوقتي لو غيرت في قصه الاستبدال، انت خلاص، يبقى انت بتتعدى على اللوائح اللي حضرتك وعدت ان انت تطبقها اول الموسم. زي ما قلت لحضراتكم، مش ذنبي ان انا عندي مجموعه بتعرف تخطط وتفكر، مش ذنبي. ناس قاعده، سيد عبد الحفيظ ده قاعد شغله دماغه شغال في الفرقه، عنده مشاكل ايه هتتحل ازاي، مش قاعد بيفكر اصل حاضر هعمل ايه وهزعق وهتكلم مع مين ومين هيجاملني ومين مش هيجاملني. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ الراجل عامل استراتيجيه بيمشي عليها وبيعرضها على لجنه تخطيطه، على المشرف العام، بيقعدوا مع بعض يظبطوا الموضوع، الموضوع انتهى، يلا بينا. احنا النادي الاهلي بنلعب على بطوله افريقيه، بنلعب على دوري، بنلعب على كاس. هم دول الثلاث بطولات اللي عندنا ان شاء الله. يبقى السوبر المحلي بتاع السنه اللي فاتت خدناه، لسه بتاع السنه دي ما نشوف هيتلعب امتى ده كمان. فانت داخل 4 5 بطولات. فعشان كده انا حبيت ان انا اقول لحضراتكم المعلومات. المره الجايه لو لقيت ان انا محتاج ان انا اتكلم باسماء هتكلم بالاسماء، هقول فلان الفلاني، فلان الفلاني قال لفلان الفلاني وحصل كذا، وعايز اللعيب الفلاني من نادي كذا، والمهاجم الفلاني، هقول لحضراتكم كل حاجه. انا دايما متعود مع جمهور النادي الاهلي ومع جمهور ملعب الاهلي ان احنا نعمل كده. لكن انا النهارده معلش، خليني بعد كده ابقى انا رد فعل. انا فتحت الموضوع اهو، فتحت الباب لهذا الموضوع خلال الفتره القادمه. يا ريت ما يحصلش خالص، اتمنى ان ده ما يحصلش خالص، واتمنى ان الموضوع ده يتقفل وشكرا ونقفل الموضوع. ويا عم اسلام انت بتكذب، انت بتقول اي كلام وانت بتقول ماشي يا سيدي، متشكرين انا موافق، ما عنديش مشكله. المهم النظام يتم تطبيقه. بس هو ده اللي انا عايزه. مش اللي انا عايزه بالمناسبه، هو ده اللي كرة القدم عايزاه. ان الحكم لما يجي يحكم ما يفرقش ما بين احمر وابيض او اي الوان، يعني ما يفرقش ما بين الفرقتين. دايما زي ما حصل في ماتش النجم الساحلي. هو ايه اللي حصل في ماتش النجم الساحلي؟ الراجل على راي سبرنت ايه على ايمن اشرف وبيديله الكارت الاحمر في واقعه غريبه جدا، ولكن مفيش مشكله، مفيش مشكله. هذه هي كره القدم. ولكن النادي الاهلي كان رد فعله عنيف جدا في هذا الموضوع، بعت شكوى للفيفا وبعت شكوى للاتحاد الافريقي، علشان ما هو مش هينفع انا اصرف كل الفلوس دي وعندي جمهور ب 80 90 مليون واحد مستنيني ان انا اكسب البطوله الافريقيه، وانا عندي فريق انا شايف ان هو يقدر يكسب البطوله الافريقيه، والكل شايف ان هو ممكن يكسب البطوله الافريقيه. فيجي حكم، انا دايما ما بحبش اتكلم بشكل، ممكن انتقد ولكن ما بحبش اقول، يجي حكم عنده ميول معينه، اكتر حاجه اقدر اقولها كده، عنده ميول معينه بيحاول يطبقها في النادي الاهلي. فهو ده اللي احنا بنطلبه، العداله العداله العداله. انا بس حبيت اوري لحضراتكم ان الموضوع ده هيتفتح خلال الايام اللي جايه. النهارده 8/12/2019 يوم الاحد، قبل نهايه او قبل بدايه فتح باب القيد لفتره الانتقالات الشتويه، 1/1 اللي جاي، 22 يوم قبل البدايه. ما نشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه.
طيب ده الموضوع الاول اللي كنت عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. الموضوع الثاني بقى هو موضوع بالنسبه لي يعني صعب ان انا اتكلم فيه، خدوا بال حضراتكم، لانه ناس كتير قالت لي اسلام ما تتكلمش في الموضوع ده، الموضوع ده اصله بيبقى حساس شويه بالنسبه للجمهور، ولكن انا عارف ان جمهور النادي الاهلي حريص جدا على فريقه وبيحب فريقه وبيحب لعيبته بطريقه مختلفه تماما عن بقيه الانديه او عن بقيه جمهور بقيه الانديه. ولكن انا مش عايز ابقى الدبه اللي قتلت صاحبها، هي الدبه لكن احنا بنتكلم الدبه اللي قتلت صاحبها بمعنى ايه؟ وارجو ان حضراتكم ما تزعلوش مني في هذا الكلام، لانه كلام من القلب للقلب. اذا كان هناك، احنا كلنا اخوات وكلنا بتفرج علينا الاهلاويه، وانا بوجه كلامي لكل جمهور النادي الاهلي، لكن انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي بيحب فريقه، ومتاكد ان فريق جمهور النادي الاهلي بيعشق فريقه، وعارف قد ايه هم بيبقوا خايفين على مصلحه فريقهم اكتر من اي حد تاني. من هنا انا هقول لحضراتكم الكلام ده. قله قليله خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا بعد ماتش الهلال السوداني تحديدا، يعني شويه تريقه، شويه انتقاد، من حقك ان انت تنتقد بالمناسبه، ما عنديش اي مشكله، ولكن ده بيخلي جمهور من لا يشجع النادي الاهلي، جمهور من لا يشجع النادي الاهلي بيندس في كل هذه الامور وبيعمل الموضوع ويكبر الموضوع قوي 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 قوي. او بعض من لا يشجع النادي الاهلي. فكل اللي انا بطلبه ان احنا ناخد بالنا الفتره اللي جايه. هل حضرتك مقتنع بريني فايلر كمدير فني للنادي الاهلي؟ الاجابه من اول امبارح لغايه النهارده خدت رايي تقريبا على قد ما اقدر، يعني كل الاهلاويه اللي انا عارف ان هم بيحبوا النادي الاهلي بعيدا عن اي حاجه تانية، بعيدا عن اي مصالح او اي شخصنه للامور او كده، كلهم قالوا لي ان الراجل ده بالنسبه لهم ريني فايلر عامل شكل واداء رائع جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وبالتالي خلاص خلينا واثقين في الراجل ده بقى، خلينا شايفين ان الراجل ده هو اللي بيمشي الفرقه بالطريقه اللي هو عايزها. هو طريقه لعبه بتعتمد على مجموعه معينه من اللاعبين، المجموعه دي هو بيلعب ال 30 لعيب بالمناسبه، ولكن اللعيبه اللي بتبقى اكتر لعب بيلعبوا معاه اكتر، يعني اللي هم اللاعبين اللي بينقلوا الكره اكتر، اللي عندهم المهاره اعلى، سواء مدافع او مهاجم او باك رايت او نص ملعب او باك ليفت او راس حربه او كذا او كذا او كذا. فمثلا يعني خليني اقول لحضراتكم موقف، وبرضه مره تانية مش عايز حد يزعل مني في هذه الامور. الاسبوع اللي فات مباراه الهلال اللي فاتت حصل ايه؟ حصلت بعض الهمهمه من بعض من الجمهور خلال في الاستاد. وانا هنا بكلم جمهور النادي الاهلي، مش بكلم اي جمهور تاني، لان انا اثق تماما في وعي وحب جمهور النادي الاهلي للعبته والجمهور ولادارته مهما كان مهما كان. من حقك ان انت تنتقد، من حقك تقول اللي انت عايزه، ولكن خدوا بال حضراتكم من الناس اللي بتندس في وسطكم علشان تعمل الفورتينه اللي انا بتكلم عنها، او حاجه عايزين يعملوا اي خلاف وخلاص. ليه؟ لان انا مش قادر اكسب النادي الاهلي في الملعب. الملعب قدامك اهو، اكسب النادي الاهلي في الملعب. انا مش عارف اكسب النادي الاهلي في الملعب، فعشان كده لما اجي افكر لازم اعمل قصه تانية. فمين حائط الصد بالنسبه للنادي الاهلي؟ حضرتك اللي قاعد بتتفرج عليا، واللي بتتفرج على الفرقه في الملعب، واللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا، كلكم، واللي قاعدين بالمناسبه على مواقع التواصل الاجتماعي. وده كلامي تحديدا لكل جمهور النادي الاهلي اللي قاعد على السوشيال ميديا. انتوا حائط الصد بتاع النادي الاهلي، انتوا اللي بتقفوا قدام اي مندسين من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، لانه اللاعبين بيتاثروا. وخدوا بال حضراتكم الكلام اللي انا بقوله ده، احنا هنا بننتقد اداء بعض اللاعبين لما بيكونوا وحشين، بنطلع نقول لحضراتكم ان هناك تقصير معين في حته معينه،
ولكن خدوا بال حضراتكم المرحله اللي احنا فيها دي مرحله حساسه جدا، حساسه جدا. كل 3 4 ايام مباراه قويه، ومباراه هنلعب مباراتين ثلاثه في الدوري، وبعدين هترجع للبطوله الافريقيه. النجم الساحلي كسب بلاتينيوم ستارز، وبالتالي اصبح عنده 6 نقاط. المباراه اللي بينك وبينه هتبقى مباراه مهمه جدا ان شاء الله، بعد ما ربنا يكرمك في المباراه القادمه على ارضك هنا مع بلاتينيوم. وبالتالي احنا محتاجين ان الفريق يركز، محتاجين ان احنا كلنا نبقى حائط صد كبير جدا لهذا الفريق، عشان نعمل اللي بيحلموا، اللي حضراتكم بتحلموا بيه. اللي حضراتكم بتحلموا بيه ايه؟ البطولة الأفريقية، الدوري العام، كأس مصر، مع بطولات السوبر طبعا. فخلينا نقف الفترة دي، الفترة الحساسة دي، كلنا نبقى ايدينا في ايدين بعض كده، ونقف الفرقة تبقى كده، حضرتك الفرقة اهي، احنا كلنا واقفين حواليها. حتى لو في حاجة مضايقانا بالمناسبة، خلينا نصبر شوية. الراجل غير شكل وأداء الفريق في وقت قصير، فخلينا ننتظر، خلينا نشوف فكره إيه الفترة اللي جاية أكتر وأكتر، طالما إحنا واثقين فيه، طالما إحنا عارفين إن هو يقدر يغير، أو إن هو بالفعل غير وطور أداء. واحد زي رمضان صبحي مثلا، واحد زي أجاييه، واحد زي حسين الشحات، مجدي قفشة زي ما حضراتكم شايفين، جونيور أجاييه بيعمل ايه؟ من الممكن جدا ان حضرتك تكون مش شايف أجاييه، ولكن الدور اللي بيعمله جونيور أجاييه جوه الملعب دور مهم جدا جدا جدا. 20-30% من فكر المدير الفني. فعشان كده كل اللي انا بطلبه من حضراتكم ان احنا من بدورنا يعني هنبقى دايما محوطين على فريقنا، دايما عايزين فريقنا يكسب، عايزين فريقنا ياخد البطولة الأفريقية، عايزين فريقنا ياخد الدوري، عايزين فريقنا ياخد الكاس، ياخد بطولات السوبر. هو ده الأهلي، هو ده اللي احنا مستنيينه من لعيبة النادي الأهلي. بس خدوا بال حضراتكم، ده مش هيحصل إلا بحضراتك اللي قاعد بتتفرج، واللي بتروح الاستاد تتفرج على فريقك، لأن جمهوره ده حماه، ده شعار حضرتك، ده شعاركم انتوا اللي قلتوه مش أنا. أنا كنت بسمعه زي أي لعيب في الملعب. لما كنت بسمع جمهوره ده حماه كنت ببقى حجان من جوايا، مبسوط وسعيد وفرحان إن أنا عندي جمهور بيحميني، مش أي حد تاني، جمهوره ده حماه، بيحمي اسم النادي الأهلي وبيحمي لعيبة النادي الأهلي. وهو ده اللي إحنا عايزينه، وهو ده الدور اللي حضرتك بتقوم بيه، او حضراتكم بتقوموا بيه خلال من 1907 لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي، وهيفضل 1000 سنه قدام. طول ما اسم النادي الاهلي موجود، طول ما جمهوره هو اللي بيحميه، مش حد تاني. وكل حاجه احنا بنعملها وكل حاجه احنا بنقولها عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، وعشان خاطر لعيبه النادي الاهلي، وعشان خاطر اسم النادي الاهلي. عندك مجلس اداره، كابتن خطيب حس بس ان الناس متضايقه من حاجه، حس، ما كانش يعرف، راجل قاعد، ما لما عرف نزل بنفسه وراح، مش بنفسه، هو ده واجب ان هو يعمل كده الحقيقه، ولكن راجل تعبان نزل وعدى من هنا لهنا هنا، ولف على كل مدرج، ووقف مع الناس وعرف المشكله ايه وحل المشكله ورجع تاني قعد. ليه هو 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 بيعمل كده ليه يا كابتن خطيب؟ هو كابتن خطيب بيفكر كده ليه؟ لان هو عارف ومتاكد مليون في المية ان جمهوره ده حماه، ان حضرتك اللي بتحمي هذا اللاعبين دول. وبعدين في حاجه اسمها عائله النادي الاهلي، انا بيتهيألي ان دي اكبر عائله في العالم. عائله النادي الاهلي دي اكبر عائله في العالم، مجلس اداره، لعيبه، كل الالعاب الرياضيه، كل اعضاء الجمعيه العموميه. تخيلوا بقى حضراتكم لما يكون عيلتك فيها 70-80 مليون، 90 مليون، باللي بره، باللي بيحبوا النادي الاهلي. كابتن خطيب الناس بتقول له بيبو 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 الله والكلام، وبيهتفوا للكابتن خطيب، قام اهو الصوره قدامكم، قام مشاور لهم على الفريق، على اسم النادي الاهلي، مش على بيبو. محدش يندع على بيبو، ده واجبي ان انا اكون في وسطكم واعرف مشكلتكم واحلها.
فمن فضل حضراتكم الفترة اللي جاية فترة مهمة وفترة صعبة جدا 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 جدا. عايزين ناخد بطولة أفريقيا، عايزين نتبسط مع فريقنا، عايزين نبقى واقفين في ظهرهم، عايزين نساند كل اللاعبين. لو في حد وحش أو حد من الممكن إن احنا ننتقده ننتقده، حاضر، ولكن بطريقتنا بقى الجميلة، بطريقة جمهور الأهلي الواعي اللي بيحب لعيبته اللي بيحب فريقه. على الأقل الفترة دي، لأن الفترة دي صعبة مش سهلة، فترة صعبة مش سهلة. عندك كل ثلاثة أيام عندك ماتش يوم الأربعاء وماتش بعديه بيومين ثلاثة، وبعدين هتلعب في بطولة، وبعدين كأس مصر، وبعدين تلعب في الدوري، وبعدين تلعب في بطولة أفريقيا، وكلها مباريات لا تقبل القسم على اثنين. لا تقبل القسم على اثنين. بعدين ريني فايلر بيطور من أداء اللاعبين بشكل واضح جدا، بشكل واضح جدا. عنده بعض الأفكار بيحاول أن يطبقها في الملعب. عندك انت عندك كام لعيب جوكر في النادي الاهلي؟ عندك خمسه سته لعيبه جوكر في اللي يلعب باك رايت ماشي، اللي يلعب سيرد باك ماشي، اللي يلعب سيرد باك دي قديمه قوي يا عم اسلام، اللي يلعب قلب دفاع ماشي، اللي يلعب في وسط الملعب ماشي، اللي يلعب رقم 8 ماشي، اللي يلعب رقم 6 ماشي، ما عنديش مشكله، اللي يلعب جناح ايسر ماشي، اللي يلعب جناح ايمن ماشي، ما عندوش اي مشكله، وكلهم بيتالقوا. بس هو الراجل عنده فكره بيحاول ان يطبقها من خلال لاعبين بعينهم، والباقي بيتعلموا فكره علشان يلعبوا، وهيلعبوا وهيجي دورهم. مشوار طويل جدا، كاس ودوري وبطوله افريقيا وكذا وكذا وكذا، ففي ماتشات كتير وفي مباريات كتير. فاللعيبه الجوكر دي هي اللي الناس كلها في العالم كله دلوقتي بيتجه الى اللاعبين الجوكر. قد ايه ان اللعيبه دي بتغير وبتؤثر بشكل ايجابي جدا مع فريقهم. واحد زي احمد فتحي ده العبه باك رايت ماشي، العبه سيرد باك ماشي او قلب دفاع ماشي، العبه باك ليفت ماشي، العبه في نص الملعب ماشي. لو لعب مكان الشناوي ممكن ما مش هيقول لا يعني. مجدي قفشه العب تحت اجاي حاضر، العب تحت جنب عمرو السوليه حاضر، عمرو السوليه بلاعبه جنب اجاي او تحت اجاي حاضر، رمضان صبحي يروح ناحيه اليمين حاضر، روح ناحيه الشمال حاضر. هو ده اللعيب الجوكر، هو ده اللعيب اللي العالم كله بيتجه ليه، اللعيب اللي بيلعب في كذا مكان عشان يطبق الفكر اللي المدير الفني عايزه واللي حضراتكم بتستمتعوا بيه خلال الفتره اللي فاتت. خلينا ورا فرقتنا، فرقتنا الحمد لله والشكر لله فريق جيد جدا، فريق عنده مدير فني جيد. خليني اقول ان البشاير جيده، انا دايما ما بحبش اتكلم في هذا الموضوع كتير، ولكن خليني اقول ان البشاير جيده. عندك اقوى خط هجوم في الدوري حتى هذه اللحظه، اقوى خط دفاع في الدوري حتى هذه اللحظه، اكتر من لاعب بينافس على صداره هداف الدوري، اكتر من لاعب، اكتر من 8 9 لاعبين بينضموا للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ومنتخبات الشباب. فالحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد. حتى الخسارة اللي انت خسرتها خسرتها بفعل فاعل، مش رأيي، ده رأي حضرتك، رأي الجمهور، الجمهور اللي كان بيقول كده ان النادي الاهلي ادى بشكل رائع ولكن خسر. تمام، انا مع حضرتك 100%. فالفترة اللي جاية دي محتاجين التكاتف، المساندة، كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. انا مع حضرتك، مش انا يعني، القناة او الاعلام داخل النادي الاهلي مع جمهور النادي الاهلي، احنا دايما اللي نبقى حائط الصد لكل ما يحدث في الفريق. مشكلة ازارو، قال لك اصل واحد، بتحصل يا جماعة، اللعيب لما بيبقى متنرفز ممكن يعمل اي حاجة. الراجل طلع وقال لك مفيش مشكله، ان هو ما عنديش اي مشكله، وفايلر قعد مع الراجل وازارو قعد مع الراجل واعتذر له وتفهم الموقف والموضوع انتهى. وعلى فكره هتوقع عليه عقوبه 100%. انا ما سالتش الكابتن سيد الحقيقه، فعشان كده مش عايز اقول له ده وقعت عليه، انا ما اعرفش، ولكن اللي انا عارفه ان الكابتن سيد هيوقع اكيد 100% هيوقع عليه عقوبه. مش عشان لا، هو اخطا حس بغلطه فخلاص تمام. نفس الكلام اللي حصلت ما بين احمد فتحي ورامي ربيعه، نرفزت ملعب. دول بقى انا اقدر اقول حاجه حصلت انا عملتها يعني، لكن بما اني يعني ما سالتش فما ينفعش ان انا سالتش الاشخاص اللي انا بكلمهم. احمد فتحي ورامي ربيعه عملوا
حصلت، انا عمري ما اقدر اقول ان هي ما حصلتش. والناحيه الثانيه في امور ثانيه بتحصل اكتر من كده بكتير، ده ممكن يحصل حاجات كتيره قوي والواحد ما بيقدرش ما بنرضاش نتكلم عنها بألفاظ وبشتايم وسباب وخناقات مع الجمهور وكذا، ومحدش فينا بيتكلمناش دعوه، حاجه ما تخصناش. فرامي حصل مع مشكله مع احمد فتحي. ليه؟ مشكله ايه اللي حصلت؟ شدوا مع بعض، انت غلطان لا انا اللي غلطان، عتاب. اتنين لعيبه عاتبوا بعض. خلص الموضوع؟ اه خلص الموضوع. برضو الحقيقه ما قدرتش اوصل للكابتن سيد عشان اساله في هذا الموضوع، ولكن هيتم، انا متاكد ان هيتم عقابه. لكن هيموت نفسه احمد فتحي لما يلاقي رامي ربيعه بيترقص، او لو احمد فتحي اترقص هيلاقي رامي ربيعه اللي في ظهره. هو ده النادي الاهلي. لكن الحاجات اللي بتحصل دي بتحصل في العالم كله، في العالم كله، مش في النادي الاهلي بس. لكن ما شفناش حاجات تانية كتيرة جدا، مش عايز اقولها، حاجات تانية كتيرة جدا حصلت قبل كده في اندية كتير جدا عمرها ما كانت بتحصل في النادي الاهلي ولا هتحصل في النادي الاهلي. لان احنا عايشين على اخلاقنا ومبادئنا، ولو حصل من حد او حاجة بتلاقيه دايما بيتم استبعاده، مش مننا ولا من الجهاز الفني، جمهور النادي الاهلي. الجمهور الواعي. الجمهور الواعي، الجمهور اللي عارف هو بيعمل ايه، اللي ازاي بيحافظ على فرقته. وهو ده اللي مطلوب مننا كلنا، اي حد فينا شايف الفترة اللي جاية ازاي هيعرف ان هي فترة صعبة وحساسة جدا جدا جدا. انا اسف ان انا طولت مع حضراتكم في الموضوعين دول، ولكن خلينا نطلع نشوف اول تقرير عندنا. الجوكر، يعني ايه جوكر؟ خلينا نطلع نشوف تقرير عن الجوكر ونرجع مرة اخرى. اللاعب الجوكر، الحل المثالي الذي يستخدمه الخواجة السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي من أجل التغلب على النقص العددي في بعض المراكز بصفوف المارد الأحمر، سواء بسبب الإصابات أو بسبب الإيقافات، هو ما وضح في المباريات التي خاضها المارد الأحمر تحت قيادة فايلر مؤخرا. فقد صنع أكثر من لاعب جوكر في صفوف الفريق، ساعده على تحقيق الهدف المنشود للجهاز الفني، والتنوع في تغيير طريقة اللعب من طريقة لأخرى داخل الملعب من دون إجراء أي تغييرات على دكة البدلاء. فهو نجح في توصيل هذه النظرية للاعبين باللعب بأكثر من مركز، وجعل هناك جاهزية لمعظم اللاعبين للعب في أكثر من مركز. فايلر يدفع بأيمن أشرف ظهير أيسر الفريق في مركز المساك بقلب الدفاع للحفاظ على التوازن الدفاعي الذي يخطط له فايلر. نجح بالفعل، بل أصبح أساسيا في هذا المركز بلا منافس لأصحاب هذا المركز. أيضا يستخدم الجوكر أحمد فتحي في أكثر من مركز خلال المباريات الماضية، تارة في مركزه الأصلي كظهير أيمن، ثم في وسط الملعب كديفندر، ثم أخيرا لعب في مباراة الهلال السوداني كمساك بجوار رامي ربيعة. أجاد وقام بواجباته في المراكز الثلاثة. فهو لاعب جوكر منذ انضمامه للمارد الأحمر يجيد اللعب في المراكز الثلاثة. جاء الدور على المهاري محمد مجدي أفشا صانع ألعاب الفريق، الذي شارك لمباراتين متتاليتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني كلاعب ارتكاز وسط مدافع، نجح باقتدار في القيام بهذا الدور. أيضا في نفس الوقت ساعده في قيادة وسط الملعب، نال إشادة كبيرة بعدما نجح باقتدار في السيطرة على وسط الملعب. هناك أيضا النيجيري جونيور أجاي جناح أيسر الفريق الذي يلعب في مركز رأس الحربة، وشكل خطورة على مرمى المنافسين بتحركاته الدؤوبة أو بسرعته ومهارته التي تقلق المدافعين. وهناك تبادل في المراكز بين جناحي الفريق رمضان صبحي وحسين الشحات من أجل تشكيل خطورة وخلخلة لدفاع المنافسين لتحقيق الهدف المنشود بهز الشباك. ايضا في ميزه اخرى الحقيقه بيتميز بها النادي الاهلي مع ريني فايلر خلال الفتره السابقه،
ان مش لعيب واحد بس اللي بيجيب الجون، في لاعب واثنين وثلاثه. حمدي فتحي قبل ما يتصاب كان بيجيب اجوان، اليو ديانج جاب جون، وليد سليمان بيجيب، حسين الشحات بيجيب، رمضان صبحي بيجيب اجوان، جونيور اجايه، وليد ازارو لما بيلعب بيجيب اجوان. كل اللاعبين ده هناك ميزه مهمه جدا هي تنوع الهدافين داخل النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن تنوع الهدافين، وبعد هذا التقرير هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال. هنتكلم معاهم بقى في مستوى النادي الاهلي خلال الفتره السابقه وقبل مباراه نادي وادي دجله، وسياسه التدوير اللي بيتبعها دايما لينيه فايلر خلال الفتره السابقه. اسئله كتيره جدا فنيه مهمه جدا في ظل وجود ثلاثه من النجوم الكبار هنتكلم عنها، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير عن ميزه مهمه جدا للنادي الاهلي مع رينيه فايلر وهي تنوع الهدافين. بعد تنوع تقرير تنوع الهدافين هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ يا كابتن سلام، شرف ونور. الله ينورك يا ابو كباتن. ربنا يخليك يا كابتن. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك يا كابتن حشيش؟ ازيك يا سلام، منور. منور انت. ربنا يخليك يا كابتن. النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ ازيك يا كابتن؟ ايه بدري النهارده؟ على طول قبل ميعادي كالعاده. بدري بالنسبه لقبل كده. يعني بدري بالنسبه. انا دايما في الطبيعي يا جماعه عشان تبقوا حضراتكم عارفين بنحط يعني الكباتن بيبقوا قاعدين واحنا وطالعين هوا وبتسيب الكرسي ده فاضي تلاقي بلال داخل قاعد عليه. يعني هو اقرب واحد هنا، هو اقرب واحد هنا، اقرب واحد المكان. مشغول بزنس الناس تشجعه بس صح، يبقى لوحده. كابتن فتحي خليني ابدا مع حضرتك الاول بتقييم بشكل عام لمباراه النادي الاهلي ونادي الهلال. هو تقييم احنا يمكن اتكلمنا يوم المباراه لكن نقدر نتكلم دلوقتي. ما لحقناش. لكن نقدر نقول بالنسبه للمباراه، طبعا المباراه كانت مباراه تعتبر من المباراه الفاصله، لان كنا خسرين مباراه وهنقول تاني بفعل فعل. المهم خسرين مباراه وهم كسبانين وجايين متصدرين، فانت هتلاعب المتصدر الوقت ده اللي هو نادي الهلال. نادي الهلال احنا نعرف في خلال تاريخ النادي الاهلي مع نادي الهلال نتائج واحده، الست مباريات اللي اتلعبوا قبل هذه المباراه اثنين الاهلي فاز، اثنين الهلال فاز، واثنين تعادل. يعني تلاقي الفرق قريبه من بعض، وهي الهلال بيمثل يعني مصر في السودان زي ما الاهلي بيمثل السودان هنا في مصر. الفرق دي يعني اهلاويه. نرجع نقول بالنسبه للفرق، اداء الفرقه واحنا توقعناه في الاستوديو ان مجموعه اللعيبه الموجوده هي مجموعه لعيبه عندها القدره للاستحواذ، بدليل استحواذ 73% الفرقه اللي قدامه الهلال 27%، اذا نسبه كبيره قوي. وبدليل ان احنا عاوزين نكتر اجوالنا او اهدافنا، لكن السلبيه اللي كانت عندنا ان احنا استحواذ ولم يترجم هذا الاستحواذ الى اهداف غير بهدفين. جات لنا اهداف كتير، فرص كتير لم تستغل. نسبه التسديد على المرمى اللي هي بتعتبر كيعني من احد الاساسيات لاي فرقه في العالم ان يكون عندها لعيب عنده القدره للتسديد لاعب او اثنين او ثلاثه. احنا شفناها في مجدي قفشه، الكره اللي في العارضه، الكره اللي جنب العارضه، الكره اللي جنب القايم، كل الكور دي كلها كانت سهله انها تخش اهداف لكن لم تترجم. فاحنا دقه التمرير، دقه التسديد وقوه التسديد مهمه جدا، والدقه قبل القوه، لان الدقه هتوديها في الجول حتى لو ضعيفه. يبقى الدقه والقوه مهمه جدا، بقول الدقه الاول، دقه وقوه للتسديد. النادي الاهلي لو قدر ينجح في هذا مع هذا الاستحواذ الكامل هنقدر نسجل اهداف كتير. ما حصلش. المباراه مشيت وبقينا ضاغطين ومسيطرين، ودي بتحصل في العالم كله، في العالم كله. أسباب أهداف الوقت بدل الضايع، هو إيه أسبابها؟ اللي دخل فينا هدف، ما هو في الوقت بدل الضايع في آخر دقيقتين دخل هدف.
الفرقة بتفرح، فرقة النادي الأهلي بتفرح إنها الماتش انتهى وانتهى 2-0 وقادر إن هو دلوقتي خلاص بيبص للمباراة القادمة. فأول ما بتفرح مخ اللاعب بيتوقف عن العمل، ولو مخه توقف عن عمل واجباته الخططية اللي هو المفروض يعملها بينساها لأن المخ ما بيشتغلش فوقف، فتلاقي التركيز بيقل والاسترخاء يزيد يحصل هدف. واحنا قلنا ان مش هدف، كان في قبل الهدف اللي جه كان في هدف تاني. مش عيب ان احنا نقول اخطأنا، لكن الصح نقول اخطأنا لان احنا الحاجات دي المفروض ما تحصلناش تاني. قبل الهدف ما يجي كان في انفراد للشناوي، الشناوي قدر ان هو يستخلص الكرة وهو بمهارة، اما الهدف اللي جه وبعدين انتهى بالناس اللي بتقول خناقات وكده يا كابتن اسلام، ده اسمه عتاب المحبين. عتاب المحبين، المحبين لمين؟ للنادي الاهلي والفنانه الحمراء. هم مش بيتخانوا مع بعض عشان هم ضد بعض، بيتخانوا حبا في النادي الاهلي وكانوا عاوزين الشبكه تبقى فاضيه. فده عتاب المحبين، اتنين بيحبوا حاجه واحده وخايفين على الحاجه دي. انا يا دوبك روحت البيت سمعت قصص وحكاوي ما عشان كده انا حبيت ان انا نلخص الموضوع ده كله واوصل بيك لغايه عتاب المحبين اللي هم الناس اللي تيجي في الاخر. الاتنين بيحبوا بعض ليه؟ بيحبوا الكوره، بيحبوا الفرقه، بيحبوا الفانيلا، بيحبوا الجمهور الموجود ده. هذا الحب هم زعلانين انهم الجول ده جه، فعشان كده بيعاتبوا بعض. طبعا اتنين اخوات بيعاتبوا بعض عادي جدا في البيت، يعاتبوا بعض في اي وقت. اتنين زمايل، اتنين بيحبوا بعض، اتنين اصدقاء، لو بتحصل يا كابتن كتير في العالم كله مش في النادي الاهلي بس، في العالم. فاذا اهداف الوقت بدل الضيع ده دي حاجات موجوده وحاجات في الكره الاعلاميه ومعروفه وعرفنا اسبابها، واسبابها ان هو الاسترخاء وعدم التركيز في اخر 3 4 دقائق، ودي اللي بتخلي النادي الاهلي حتى دايما يقول لك ايه بعد ال 90، لان النادي الاهلي بيستمر بعد ال 90 قادر وبيسجل اهداف. لكن الفرصه ودي بتدينا دلاله برضو ثانيه ان الهلال ليس الفريق الضعيف، بدليل انه جاب لك جول في اخر 3 دقائق. اذا عنده القدره انه كان من الاول انه يسجل بس مش قادر. ليه؟ لأن الالتزام الدفاعي والالتزام الخططي لفرقة النادي الأهلي كلها واجبات اللاعبين كله 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 ملتزم، فالتانيين مش قادرين يخترقوا، فعشان كده ما سجلوش أهداف. إذا الفرقة اللي قدامي ما هياش ضعيفة، لا هي باينة إنها ضعيفة لأن أنا الأحسن. أول ما أنا تنازلت عن تركيزي وتنازلت عن التزامي أصبحت زيهم، فعشان كده اتسجل الهدف ده. تمام. ملخص للمباراة. تمام كابتن حشيش، كيف ترى طريقة لعب فايلر ان هو يبدأ الهجمة من الخلف؟ طبعا نفتكر كل الكرة العالمية دلوقتي اللي احنا بنتفرج عليها واكبر الاندية الاوروبية دلوقتي بقى الهجمة بتبدأ من حارس المرمى. شوف حارس المرمى، بنشوف برشلونة وريال مدريد وليفربول حارس المرمى هو اللي بيبتدي الهجمة، وبعد كده الاثنين قلبي الدفاع وبعدين نص الملعب. يمكن احنا كنا قبل كده ما وصلناش للمرحله دي كنادي اهلي، ان احنا كانت الهجمه بتاعتنا بتبدا من اول الاثنين الديفندرات يعني نص الملعب مع المهاجمين. الراجل غير وابتكر الحته دي وابتدى يعني ينقل من تحت شويه، واعتقد ان هو ده السبب اللي يمكن بدا باحمد فتحي مساك. في ناس كثيره جدا قالت طب ما احنا يعني ما كان لاعب ياسر ابراهيم في الحته دي الراجل مساك، عشان كده ببدا بسال السؤال ده. ياسر ابراهيم في الحته دي راجل حتته ويبدا وهو يعني مجيد فيها وكويس فيها، يمكن ما عندوش الحته بتاعت خبره احمد فتحي انه يقدر يمسك الكره من تحت وينقل، لان احمد فتحي لعب في اكتر مركز غير طبعا خبراته انه بيلعب في نص الملعب، لعب كتير في نص الملعب شفناه، فواخد ان هو يمسك الكوره ما عندوش حته التطفيش او الكور الطويله، فيمكن عشان كده ده السر في البدايه باحمد فتحي. طبعا يعني المكاسب بتاع المباراه اللي فاتت طبعا اولها هي 3 نقاط ان احنا كنا محتاجينها بعد الخساره طبعا اللي هي بفعل فاعل من النجم الساحلي كاول مباراه، انما المباراه الثانيه كان لازم على ارضك ومع فريق طبعا زي الهلال خبرته الكبيرة وتاريخه الكبير، فرقة كبيرة بتعرف تلعب بره وجوه، واحنا قلنا قبل كده ان ده دايما المباريات اللي ما بين النادي الاهلي او الفرقة المصرية مع الهلال او المريخ ده ديربي الشمال والجنوب،
مظبوط. وعندهم طبعا جاليه كبيره، جاليه سودانيه في مصر كانت موجوده وشفناها في الملعب بتشجع طول المباراه. انما النادي الاهلي الحقيقه طبعا زي ما عودنا في العروض بتاعته من تحسن لتحسن. يمكن احنا كجمهور النادي الاهلي طمعنا الفتره اللي فاتت ان احنا دايما بقينا خلاص باصين على الاداء الحلو وعلى السكور. أيوة. الماتش اللي فات يمكن لو اتكلمنا على بعض السلبيات زي ما كابتن فتحي قال، يعني هي غياب التركيز في بعض اوقات من المباراه، وغياب التركيز ده اسفر عن الهدف اللي دخل في اخر دقيقه. كان ممكن قوي انت تكون 1-0 وتطلع متعادل في المباراه دي وتبقى ليها حسابات تانية بعد كده المجموعه، لان انت دي مباراه على ارضك، مفترض النهارده بعد الهزيمه بره انك تكسب المباراه دي عشان تعدل الجدول شويه. انت برضو المباراه دي الجون اللي دخل فيك ده غير انه طبعا ممكن حسس الناس بالخطوره في اخر وقت، انه حطك في الترتيب برضو ثالث، كان ممكن لو في سكور كنت بقيت ثاني. عدل شويه في ال احنا ثاني انا مكتوب عندي ثالث هنا ثاني، لان المواجهات المباشره 2-2 و3-3 هم حاسبين ال 3-3 كسكور الهلال عليه 3 وعليه 3، احنا 2-2. المواجهات المباشره هي الاول وبعدين بياخدوا الاهداف. تمام يبقى في غلط هنا عندنا. المهم يعني النادي الاهلي طبعا خلال المباراه، يعني يمكن زي ما بقول لك انا الناس طمعت في النادي الاهلي عايزه سكور، وكان في بامكان النادي الاهلي ان يبقى فيه سكور كبير الماتش ده. رحنا اكتر من مره يعني هجوم ضغط على فريق الهلال، كان ممكن يصبر عن اهداف. انما انا كنت حاسس ان في بعض الاوقات، يعني احنا بنتكلم طبعا بصراحه في قناه الاهلي، في بعض الاوقات كان في رعونه شويه في الباص، كان بتتقطع كتير في نص الملعب، وكان بتفقدك الكوره بتسبب عليك خطوره، ويمكن بالتحديد في اخر 10 دقائق وربع ساعه لما حسينا بهجمه خطر الاول قبل الجون والهدف اللي جه. ميزه النادي الاهلي في الفتره الاخيره ان هو بيعمل استحواذ كويس جدا، والضغط العالي من قدام بيرجع لك الكوره مره ثانيه باسرع وقت، بيهمد الفرقه الثانيه، وفي نفس الوقت بتدي هجمه وتفضل على طول انت معاك الاستحواذ وضاغط. يمكن حته عدم التركيز دي هي اللي تسببت في الباصات اللي كانت مقطوعه في نص الملعب، ودي يمكن اللي اثرت على الاداء. احنا لسه طبعا البطوله طويله، والمجموعات لسه دور المجموعات لسه هنطلع بره لبلاتينيوم. تنساش برضو النجم الساحلي كسب كده بره جوه وبره، فعنده 6 بونت ماشي كويس. انت ان شاء الله باذن الله لازم تبص للفتره الجايه على الماتش اللي جاي بلاتينيوم ده، ان انت برضو ان شاء الله باذن الله تكسب هناك، ولو كسبت هناك ده بيقربك برضو من الماتش جاي بلاتينيوم هنا. الماتش اللي جاي بلاتينيوم هنا، انت عندك بلاتينيوم والنجم الساحلي ورا بعض هنا، النجم الساحلي هنا في مصر، وبعدين تطلع للهلال بعد كده تطلع بقى اخر مباراه. فرصه كويسه الهلال وبلاتينيوم، يبقى دي فرصه كويسه انك عندك المباراه اللي جايه على ارضك انت ان شاء الله باذن الله برضو، اللي بعديها على ارضك برضو على ارضك مع اللي هو المتصدر. ممكن اعتقد خلال المباراتين اللي جايين دولت ان شاء الله بنضمن الصعود وبنضمن ترتيب اول مجموعه. بلال، عدم وجود علي معلول هل اثر بشكل سلبي في الجبهه اليسرى؟ بص خليني اقول لك، انت يعني النادي طبعا مبروك للاهلي الفوز، ودي انا شايف ان دي بدايه طبيعيه، ما فيهاش، مش عايزين نضخم من 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 المكسب، لان من الطبيعي ان الفريق البطل لازم يكسب على ارضه باي حال من الاحوال. صح، ده وضع طبيعي، خد بالك، عشان تنافس على بطوله، عشان نبتدي نقول النادي الاهلي في البطوله، لازم انك تكسب وتكسب بشكل كويس على ملعبك. هي دي كره القدم، ده الطبيعي بتاع كره القدم في دوري المجموعات خصيصا، لان دي بيفرق فيها الهدف مش بس المكسب. فبطبيعه الحال احنا المباراه دي طلعنا خسرانين هدف، الاداء جيد، في ضغط، تعامل بشكل كويس قوي، طريقه اللعب عجبتني جدا المباراه دي. والراجل ده على فكره يمكن بيفاجئنا كل شويه بطريقه لعب مختلفه. المباراه اللي فاتت بيلعب 4-1-4-1، بيحط ادوار لمجدي قفشه مختلفه شويه، بيحاول ان هو يستحوذ، بيحاول ان هو يبني، او ابتدى فعلا النادي الاهلي يبني الهجمه من الخلف من الاثنين السنتر باكس، ودي حاجه برضو ابتدت تبقى جديده على النادي الاهلي. ابتدى شكل الايقاع بتاع النادي الاهلي والريتم بتاعه يعني يعلى بشكل كبير جدا، لانه بيعمل ضغط كويس جدا في نص ملعب. التحول السريع للهجمات اللي بيعملها النادي الاهلي، الهجمات المرتده اللي بيعملها رائعه جدا، الاستحواذ في نص ملعب واللعب على الاطراف كمان، يعني عدم المركزيه، اللامركزيه ما بين اللعيبه بعضها،
سواء سجان حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور اجاييه، اللعيبه اللي بتلعب في الخط الهجومي اللي هي اوريدي خلاص النهارده ابتدت تتحرك في المساحات الفاضيه، ودي حاجه ما كانتش بتبقى موجوده في اوقات كثيره جدا، ابتدت تبقى موجوده وهي دي سر خلق الفرص للنادي الاهلي. ولكن النهارده زي ما انت بتقول علي معلول لعيب مؤثر جدا ولعيب مهم جدا. محمود وحيد لعيب كويس، امكانياته جيده جدا، ولكن برضو لما بتكون بتلعب بشكل مستمر يا كابتن بتفرق كتير جدا. محمود وحيد لو خد 5-6 ماتشات هيبقى كويس، هيبقى اداؤه جيد جدا، هيبقى افضل من كده بكتير. انما علي معلول اكيد يفرق معايا تيم، يفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. انت السنه اللي فاتت كنت بتعتمد عليه في بناء الهجمات وتسجيل الاهداف في بعض الاوقات. انت قلت كلمه كويسه جدا ان لو محمود، رغم ان انا شايف الحقيقه ان محمود الحقيقه ادى حتى الشوط الثاني المفترض ان هو يقل فيه كويس، هو ما بيلعبش يا جماعه. انا لسه عايز اقول انه ممكن يبقى عنده كمان اكتر من كده بكتير. هو عنده يعني اكتر أكيد من كده طبعا بكتير طبعا. ولكن دايما استمراريه اللعب بتفرق مع اللعيب، فانت طبعا بتشيل واحد بيلعب بشكل مستمر وبتحط واحد بتديله، خد بالك يا اسلام، يعني الثقل الضغط اللي عليه ده برضه ممكن يكون بيقلل من الابداع بتاعه. في لعيب يبقى عنده لعيب كويس قوي ما وصلش لمرحله الابداع يا كابتن، الابداع محتاجه وقت طويل، محتاج ماتشات كتير. صح. محمود وحيد عشان يبدع في الملعب يبدع، مش يادي جيد، هو ادى جيد بشكل كويس. انا افهم منك يا بلال ان انت بتقول المباراه اللي جايه لو محمود وحيد بدا المباراه اللي جايه هيبقى افضل. هيبقى افضل بكتير جدا، اللي بعدها هيبقى افضل بكتير جدا لو حصل، وكان من اختيارات طبعا المدير الفني مستر فايلر يعني. فعايز اقول لك ان علي اكيد بيفرق، لان هو لعيب جاهز، لعيب رجليه في الملعب على طول. أيوه. خلاص عنده امكانيات وعنده قدرات، مفتاح لعب في اوقات كتيره جدا جدا للنادي الاهلي، زي محمد هاني، وكان في بعض الاوقات بيكسب النادي الاهلي في اوقات كتيره جدا جدا. فاكيد برضو وجوده يفرق مع النادي الاهلي. ولكن الاهلي المباراه اللي فاتت زي ما الكباتن اتكلموا، عندنا مشكله عدم استغلال الفرص، ودي تفرق كتير جدا في دوري المجموعات. الحته دي بتفرق كتير قوي يا اسلام، انك ازاي تستغل الفرص بتاعتك، ازاي كمان ما تسمحش للفرق ان هي تسجل على ملعبك، ودي برضو تفرق كتير جدا جدا في ترتيب المجموعات. لان السنه دي انا بشوفها من وجهه نظري هي البطوله الاصعب في تاريخ البطولات الافريقيه من وجهه نظري الشخصيه. كل الفرق اللي موجوده امكانيات، قدرات، اهداف، كل فرقه النهارده بتدخل يعني اول موسم نشوف مثلا ثلاث فرق او اربع فرق بالحجم ده في مجموعه واحده بالامكانيات والقدرات دي. فرقه على فكره فرقه مش وحشه، فرقه جيده جدا طبعا، ده عملت جيم دفاعي يعني شبه كويس، قدرت تسجل هدف، وده مطلوب جدا انك تسجل هدف خارج ملعبك، قدرت تعمله مع النادي الاهلي. ولكن كل اللي انا عايز اقوله، الاهلي ده مباراه جيده جدا، قدم مباراه رائعه جدا جدا، ولكن كنت اتمنى المباراه تخلص 2-0 يا كابتن. 2-0 مهمه جدا، لانك انت رايح على ملعبه، وحضرتك اتكلمت دلوقتي في الترتيب، نقطه مهمه، الاهلي الاول ولا الثاني هناك؟ لو لا قدر الله اتغلبت 1-0، هو بقى بالنسبه له الافضليه كانت بالنسبه له هو، مش بالنسبه لك انت. خلاص انت هنا 2-1، هناك 1-0 على ملعبه، فهتبقى الاولويه عنده الناحيه دي. فانا بتمنى ان الحته الدفاعيه فيما بعد تتحسن عند النادي الاهلي، لان هي برضه ما زلنا بنعاني منها شويه، الحته الدفاعيه بنهاجم كويس، بنستحوذ كويس، ولكن في بعض الاوقات عندنا بعض المشاكل الدفاعيه. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم مكاسب النادي الاهلي من مباراه الهلال، ونرجع نكمل حديثنا في هذه المباراه. هدفين ولا أروع، استعاد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ذاكرة الانتصارات الإفريقية بفوز هام وغال على الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحصد المارد الأحمر أولا 3 نقاط في المجموعة بعد الخسارة الظالمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بسبب الأخطاء التحكيمية. هو الفوز الذي أنعش فرص الفريق في اعتلاء صدارة المجموعة، ووجه لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إنذارا شديدا لهجة لجميع المنافسين في المجموعة والبطولة الإفريقية بأن المارد الأحمر عائد في النسخة الحالية وبقوة من أجل معانقة المجد الإفريقي وتتويج بالأميرة السمراء الغائبة عن دولاب بطولاته منذ عدة سنوات. لكن تراها الجماهير قريبة في النسخة الحالية في ظل المستوى المتميز الذي يؤدي به الفريق على المستويين المحلي والإفريقي تحت قيادة السويسري ريمي فايلر، بالإضافة لتألق معظم اللاعبين منذ انطلاق الموسم الحالي، كما أن الفوز على الهلال السوداني منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز، في المواجهة التي يسعى الجهاز الفني للأهلي واللاعبون لمواصلة الانتصارات والتربع على عرش صدارة الدوري الممتاز من جديد.
وما يزين من فوز الأهلي على الهلال السوداني تألق محمود وحيد الذي شارك في المباراة بعد غياب علي معلول، كما أن الوضع نفسه ينطبق على الموهوب محمد مجدي أفشا وحسين شحات ورمضان صبحي، جميعهم لعبوا دورا بارزا في فوز الأهلي على بطل السودان. فتحي، عايز برضو اعرف تقييم حضرتك لمجدي قفشه بعدما تم تغيير مركزه. ما هو ده جزء من التطوير، تطوير اللعيبه. المدرب عشان يطور الفرقه فبيطور الاجهزه. مين الاجهزه؟ اللي هي اللعيبه. وانت في الانترو اتكلمت على الجوكر. ايوه. ايه الجوكر ده؟ يعني ايه اللاعب الجوكر؟ زي في الكوتشينه الجوكر اللي يلعب في كل حاجه. الجوكر في كره القدم هو اللي يلعب في اكتر من مركز ويقوم بدوره في اكتر من مركز، سواء هجوميا او دفاعيا. طب ازاي؟ كل ما كانت الفرقه فيها اكتر من لاعب عنده القدره ان هو يلعب في اكتر من مركز، يبقى ده مكسب للمدرب، لان ممكن يعمل تغييرات داخليه بدون الاستعانه بمقاعد البدلاء، يعني ما يخسرش تغيير عشان يغير حاجه في الملعب. ايوه. دي بترجع بقى مين؟ ان هو بيحفظ وبيعلم اللعيبه ادوار ثانيه غير الادوار اللي هو متفصل فيها. فهو دايما يقول لهم يعني اللاعب ده مجدي قفشه جاي كان في وسط الملعب، هو انت مش مكتوب في شهاده الميلاد اسمك مجدي قفشه ومركزك ايه؟ ما تغيروش. لا، هو بيغيره. كره القدم الحديثه يا كابتن اسلام زي ما قلت انك تلعب في اكتر من مركز، وعشان كده هو غير مكانه فطوره، وبالتالي لما بيطوره بيطور الفرقه، لان كل اللعيبه بتتطور. لما رمضان يتطور ومجدي يتطور وحسين يتطور في ادائهم الشخصي الفردي، المجموعه كلها اتطورت، يبقى الفرقه كلها هتتطور للاحسن. فان هو غير مكانه واداله القدره واداله السماح واداله التشجيع ان هو جاء القادمون من الخلف للتسديد، وهو بيتميز بدي، يعني واحده في العارضه، واحده في القايم، واحده كده قربت. هيكون احد هدافي النادي الاهلي مجدي قفشه لو يستمر في التسديد، بس يكون عنده الدقه في التسديد، مش موضوع انها قوه بس. القوة مطلوبة. صحيح. انها تبقى، لان القوة بتدي سرعة في انها تحرز الهدف وتدي المفاجأة، لكن لابد يكون عنده دقة وتوقيته امتى يشوط. فمجدي قفشة اتغير كلية في هذه المباراة، وأداؤه اتغير بناء على الواجبات اللي ادها له المدرب. في نفس الوقت اداله واجبات دفاعية، هو مش معنى هجومية وسابه كده، كان بيرجع وبيدافع وبيمسك الكورة، وبتلاقيه في قدام السلية. حضرتك تقصد التطور الفردي ادى الى التطور الجماعي؟ لازم، لان هو طورهم فردي، طور اللعيبه كلها فردي، وبالتالي لما كلهم مع بعض بيبقى التغيير التطور الجماعي موجود. بس لا زالت يعني هو طور، ما تاخدش بقى في مباراه واحده ان هو طوره، يعني بيغير مش مفتاح نور هيغيره ينور النور. لازم هياخد فتره، زي ما قلنا على حمدي بلال باسل بيتكلم، هياخد ماتشات هتلاقيه يزيد. عايزين يفتح النور ينوره بقى. هو هيفتح النور. عايزين يفتح النور ينور على طول. على طول. هي دايما ان شاء الله باذن الله منوره، نوره بيكم انتوا قاعدين، يعني ما شاء الله الثلاثه نوركم قوي في عينيا. فبنلاقي ان مجدي قفشه اتغير طريقه، هو مجدي قفشه. بس الراجل شاف امكانيات فيه. فبدا خطوه خطوه، ما بيغيروش مره واحده. ايوه. عشان ما يفوجئش كمان. يبقى بالتدريج. ان لا عايز كذا، عايز نسبه ده. هل انت ملاحظتوش ان في هذه المباراه اكتر واحد شاط في المباراه هو مجدي قفشه؟ صحيح. اكتر واحد. اذا اداله الثقه واداله الاطمئنان، روح شوط. وليه تعليمات يا كابتن؟ يعني انا متخيل ان هي قد تكون تعليمات اكتر منها اي شيء اخر. يا جماعه النهارده نشوط على الجول، لانه كان خلي بال حضرتك حارس مرمى الهلال، واحنا قلناها حضرتك الحاجه الثانيه كمان بقى اللي كان بيساعده اجاي قدام ان هو بيتحرك. أيوه. بقى يعني مش متمركز في مكانه، فبيفضيله الطرق، بيفضيله المنطقه دي عشان يروح لمنطقه التسديد. بس انا لازم اعرف انا فين التسديد المؤثر ليا. كل لاعب له مسافه يشوط بيها، يعني بلال له مكان بيشوط بيه انه لو شاطها يؤثر. زي مسافه لما انت بتضرب مثلا ضرب نار، دي تضرب على بعد 50 متر، دي تضرب 100 متر،
طب لو ضربك برصاصه من على بعد بتحجلها كانك ضربك بحجره، يبقى ملهاش تاثير. فلازم كل لاعب ما يشوطش من اي حته، شوط من المنطقه المؤثره لك. اقوى شوط لك فين؟ على بعد 30 يارده، في واحد تاني على 25، في واحد على 35، في واحد لا يمكن يشوط من 30 يارد. شوط هتطلع ضعيف. قدرات يا كابتن برضه، قدرات دي ده. ايوه ايوه، شوط قدرات وامكانيات. ما هو ده زي الكروسات بالظبط. دي برضه موهبه. دي موهبه. ما هو ده تطوير يا كابتن بلال. هو طور دول، هو طور قفشه. ليه طور المدافعين؟ هو المدافع دلوقتي لما تقول لي محمد هاني او تقول احمد فتحي او تقول حمد، ان هو دور في وسط ملعبه في الثلث الدفاعي، دوره ايه؟ ياخد الكره من الخصم. طيب راح جاي في وسط الملعب وجات له الكوره، دوره ايه؟ يبني هجمه. اما بيوصلوا الغيط هنا للمنطقه، لمنطقه الرفعه عند الضربه الركنيه هنا وعند المنطقه الركنيه هنا، دوره بيتغير، بيبقى مهاجم. زي اكن مهاجم بالظبط، اكن احمد بلال طلع بره وهيرفعها. زي انت زمان كنت تطلع وصلت في الحته دي، ما تقولش انا مدافع بقى انا ماليش حاجه، لا، دورك هنا تقوم بدور المهاجم. دورك في وسط الملعب هو دور بناء الهجمات. دورك في وسط تلت الدفاعي انك تاخد الكره من الخصم. فعلم الادوار لكل مجموعه اللعيبه بحيث تبقى انت في المباراه ما انتش حاسس. يبقى الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ان اللعيبه بتغير اماكنها، بتروح يمين وبتيجي في الشمال وكده، ده جزء من ان اللعيب اتعود على كده واتمرن على كده. تمام. بس يعني انا بس عايز اقول نقطه عشان بعد اذنك في الحته دي، ان هو مش كل مباراه هيلعب بمجد قفشه في الحته دي برضه يا كابتن. يعني مش في كل مباراه هيلعب بيه رقم 8. هو عشان هنا في ملعبنا. بالظبط كده. لا بس أيوه. لعب الماتش بتاع النجم الساحلي، خد بالك يعني، بص مقارن بين الاداء برضه. يعني انت لما تيجي تقارن في الاداء هتلاقي، لا احنا لما لعبنا مباراه بغض النظر عن الطرد والحاجات اللي زي كده، لا ما ينفعش بغض النظر، ما ينفعش يبقى بغض النظر. ما ينفعش انت ما شوف، بص ما هو انت لازم تحكم برضه اسلام، لان الطرد ادى الى كده. انت بتلعب المباراه دي عشان تكسب، لا بديل. لا بديل الهلال، لا بديل عن أوكي. المكسب طبعا. تمام طبعا. فبالتالي انت بتسخر كل اسلحتك ان انت تكسب، ان انت تكسب. استحواذ، ضغط، انتشار، زياده عدديه، كل انت بتشتغل على المكسب فقط لا غير. ما عندكش اي حل تاني، ما عندكش حتى قصه انك ممكن تتعادل او حتى انت تتعادل مش موجود. فبالتالي انت، وانا يعني انا لما تيجي تقرا مثلا دماغ الراجل فايلر، هو بالتالي بيحط حط خمسه في الحته الهجوميه. يعني انا بشوف ان قفشه في المباراه اللي فاتت دي، لا مش لا مش ما بيلعبش جنب السوليه، 4-1 يعني بالظبط، 4-1 بالظبط. هي الحته بالظبط، انت وصلت للمعنى أربعة الصح، ان هو بيلعب 4-1 4-1. هو اللعيب اللي بيجي من تحت الثلاثه اللي قدام، مش بلاي ميكر تمام، بس بيقوم بحته البلاي ميكر، بيزود في الحته دي. فهل ممكن انك كل خارج ملعبك بس بدليل الهدف اللي هو عمله اللي عمله للشحات طبعا كان على طرف الملعب، لا الكذا ثرو باس اللي اتعمله صح، وهو على الطرف الشمال تحديدا صح. فبالتالي كان من الواضح ان هي اقرب الى 4-1 او 4-3-3، بمعنى ان عمرو وعلى يمينه مثلا وليد وعلى شماله صح مجدي قفشه، وبيغيروا على حسب طريق يعني. هو الراجل اسلام واضح ان هو ما بيلعبش زي، مش عايزين يعني نفسر قوي عشان طبعا يعني ما بيلعبش زي ما كنا بنلعب اتنين دي في وده طبعا هيتغير الماتشات اللي جايه ومفيش حاجه زي هتحصل تاني. بيلعب ما بيلعبش باتنين ديفندرات صراح زي ما احنا بنقول. يعني زي ما كان مثلا بيلعب السوليه وعاشور الاتنين، وفي بعض الاوقات كان ممكن السوليه يكمل عن استحياء شويه. اقطعك بس دي. اتفضل. طب اهو خلي بال حضرتك لمن، وده اللي كان سؤالي برضو يا كابتن حشيش لحضرتك، ان هو بيغير في ناس شايفه كده او قله من جمهور النادي الاهلي. وخلي بال حضراتكم انا بحب دايما اقول اسئله الجمهور علشان تمام الناس تبقى فاهمه برضو. هم طبعا اوعى مننا وافهم مننا بكتير، لكن انا اقصد ان الناس تبقى فاهمه من خبراء كره قدم. يعني الناس تقول لك ايه، اصل هو بيغير كتير في اللاعبين وكذا وكذا وكذا، مظبوط؟ طيب الناس كانت بتطالب مثلا بوجود حد جنب عمرو السوليه زي ديانج، زي حسام عاشور، زي تمام حمدي فتحي قبل الاصابه. طيب هو الجون دخل فيك امتى يا كابتن؟ فكرني كده في اخر. لا كان مين اللي بيلعب؟ كان بيلعب ديانج. مش ديانج تحديدا يعني، ولكن انا اقصد ان هو كان بيلعب فيلدر، يعني بيلعب فيلدر يعني الطريقه بالظبط، الطريقه القديمه التقليديه، القديمه التقليديه. فاهم حضرتك ازاي؟ يعني ما لهاش علاقه بان واحد بيلعب واحد بس او بيلعب باثنين، ليها علاقه بال وجهه نظري انا، مش وجهه نظري
انا متاكد من كده ان ليها علاقه بان المدرب بيقول لك ايه وعايز ايه في فكره صح. لعبه صحيح. مش في مباراه الهلال بس. انا متخيل يا بلال، ما هو انا برده كنت برد على بلال في النقطه دي، انا متخيل ان هو لا هيلعب بالطريقه دي حتى لو في الهلال السوداني في السودان، وهو ابتدى في النجم كده برده. ايوه، لانه هي طريقه لعبه بتعتمد اكتر على الاستحواذ على الكوره، وبالتالي هو محتاج ان هو يعمل كده الا اذا ارتقى شيء اخر يعني، فاهم؟ برضو بمناسبه الكلام اللي انت كنت بتتكلمه، لكن انا كنت عايز الكابتن حشيش يرد على نقطه ان انت ايه البعض بيقول ان يعني بيغير من طريقه لعب، ما احمد فتحي جايبه من ناحيه اليمين حطه في المش عارف ايه احنا فكرنا وقلنا على تفسير حته احمد فتحي. لا انا بتكلم بشكل عام بقى، مش لازم يعني احمد يعني انا اقصد بس عشان دي كانت اخر حاجه الناس اللي علقت عليها. طب ما يلعب براجل نفس المركز يلعب بيه، هو عايز يبدا الكوره من تحت، يبدا الهجمه من تحت قوي. هو شايف ان احمد فتحي يقدر يعمل له الحته دي، وياسر لسه شويه. سمعت ان دلوقتي في التدريبات الاخيره ابتدى يعمل حاجات تخصصيه للاثنين المساكين على اساس يبدا. طبعا مش يقول لك ايه مثلا لا ما عنديش وخلاص وكذا، كابتن حشيش مش عارف يعمل ايه فما لا خلاص خليه بره. لا طيب انا هعلمك، هجيبك وهعلمك الحاجه اللي انا عايزها منك، لان برضو لما المساك زي ياسر مساك كويس قوي يبقى عنده كمان الحته دي، طبعا هيبقى اضافه والمركز كبيره. المركز الوحيد اللي هو ما بيلعبش فيه ومش هيلعب فيه والعالم كله بيعمله هو حارس المرمى. بس هو في حارس مرمى مش هيفضل، يمكن لا احمد فتحي ممكن يعني ممكن بتحصل لا الى حد ما يعني مش هو ده. اما بقيه المراكز فهو لازم يدور اللعيبه دي كلها انها تلعب مع، لما هو بيجي بيحط فرقه اي مدرب احنا كل الناس اللي بتقول ايه هو بيحط الفرقه كده وخلاص، لا هو هيحط ال 11 بعد ما هو بيحط التخيل زي بيرجع تاني يفكر، هو بيعمل سيناريو بينه من نفسه ده يعيشه ليله المباراه قبلها المباراه بيوم. طيب الكره لما تكون معانا احنا دلوقتي عندنا كام، لا احنا عايزين نكسب، فكام واحد مهاجم يجيب اجوال؟ رد عليها دلوقتي كابتن بلال انه زود عدد المهاجمين اللي يجيبوا اجوال. تمام يعني خلاص وصلنا. بس يا كابتن انا اقصد ان هو في النهايه بيعتمد على فكره، هو الفكره العام. ما هو ده فكره العام. لا لا العام يا كابتن، العام يعني ايه؟ فكره العام وقناعات بلعيبه معينه. لا القناعات يا كابتن بتيجي امتى؟ لما يقعد وقت طويل مع اللاعبين. بمعنى تمام. بمعنى ان هو انا وجهه نظري وحضرتك استاذنا وقول لنا، انا وجهه نظري ان هو بيحط هو الخطه العامه او التكتيك العام او الاستراتيجيه العامه بتاعت فايلر الاحتفاظ بالكوره. تمام خلاص، وبالتالي هو بيضع بيجيب اللعيبه اللي ممكن تقوم له بالدور ده. بالظبط ده اللي انا عايز يعني اقوله. يعني هو بينقي اللعيبه اللي وفي نفس الوقت بقى بيسال نفسه سؤالين. لازم اي مدرب هو او اي مدرب عالمي مش عايزين نفصص قوي برضه يا جماعه. لا يعني بيسال نفسه سؤالين. طيب الكره معانا، مين فينا بيجيب جوال؟ عندنا نسبه كويسه. يعني الاعب احمد فتحي ورا ولا لاعب ياسر؟ هو بيسال نفسه. ما هو الاثنين السؤال اللي هو محيرهم. لا ده انا عايز من هنا ابدا الهجمه. تمام. طب مين اللي يبدا لي فيهم؟ والاثنين. لا الاثنين بيعملوها كويس جدا. الاثنين بيعملوها ولكن يمكن احمد خبرته اعلى. ما هو لسه هتيجي. لقيتهم الاثنين زي بعض. طب هشوف في الكوره علي الاثنين زي بعض. مين عنده خبره افريقيه؟ طبعا. لا احمد فتحي. خلاص اجي حاطط احمد فتحي. طيب مين فيهم جوكر ممكن يطلع لي يلعب لي باك رايت لو الباك رايت جرى له حاجه واقدر انزل تغيير؟ بالظبط. احمد فتحي. اذا في الحاله دي تفوق احمد فتحي اللي تفوق الجوكر. الجوكر احنا بدأناه في الكلام. اللاعب الجوكر تفوق في ان هو لما سال نفسه، ما هو بيسال نفسه الاسئله دي. الباك ده حصل له مش يعني الدنيا تد، باك جرى له حاجه وانا خلصت تغييري واستنفذت وما عنديش حد، ايه اللي ممكن اعمله؟ يبقى انا عندي واحد يقدر جوه الملعب هعمل التغيير بتاعي. هو بيسال نفسه الاسئله دي لما يكون بين اتنين لعيبه. صحيح. وبعدين الاكتر بقى منها السؤال الاخير بقى اللي هو فرض على نفسه، مين فيهم اكثر خبره في المباريات اللي زي دي؟ لعب افريقيا كتير. هم الاثنين كويسين. مين هنلاقي الجوكر؟ مين الجوكر؟ احمد فتحي. انا ليه رايي عشان كده بقى احمد فتحي في الحته دي. يعني اعتقد برضو يعني اما بيبقى كل مدرب بيبقى له قناعات معينه بلعيبه معينه بتبقى هي الاساس في تكوين الفرقه بتاعته، سواء في الحاله الدفاعيه او في الحاله اللي هي تنفذ له فكره. اللي تنفذ له فكره. ايوه. كله يعني هو هيجيب كل اللعيبه اللي موجوده هيعودها وهيدربها على الفكر اللي هو عايزه، بس اوريدي بيبقى ان في الكابتن فتحي بيحب
فلان وفلان هم دول اللي حافظين هو عايز يعمل ايه. مش بيحبهم يعني، ما بيحبش يعني يفضل. لا طبعا لا، هو يفضل لان هو المدرب ما يحبش فكره، يفضل يفضل. انا متخيل متخيل ان الراجل دلوقتي قناعاته قافشه في الحته اللي قدام دي، ان هو يكمل مع الاربعه اللي قدام دي اساسيه دلوقتي، وبيدعمها خلال الفتره اللي فاتت سواء بره ارضه او جوه ارضه. كذلك عنده محورين، الشحات ورمضان، في موضوع الاستحواذ في التلت الاخير مع اجايه محطه. يعني في ناس كتير الماتش اللي فات قال الله طيب ازارو فالماتش اللي قبله هدفين وكويس، طب ما يكمل. وجهه نظر فنيه، وجهه نظر فنيه، هو مقتنع بالحته دي ان اجايه محطه. وان طيب قبل بمناسبه ازارو، لان احنا وانا عايز اسال بلال لانه بيبقى يعني عايش الموضوع ده كتير جدا كراس حربه. يعني المدرب قال لك قوم سخن، رجعت متنرفز متضايق. ريني فايلر لما سئل السؤال ده في المؤتمر الصحفي قال لك يا جماعه يعني نرفزت لا مش نرفزت طبعا لكن قال لك ايه؟ قال لك ما هو لو اللعيب ما تنرفزش بهذا الشكل ما يعني ما يبقاش عنده الطموح، مش احساس ما عندوش حميه. لانه عندوش الناس الحقيقه شايفه او بعض من لا يشجع النادي الاهلي شايفين، وطبعا هم اللي عاملين القصص والحكايات. عشان كده انا دايما بسال الاسئله دي مهمه جدا، ان يعني ما اصل النادي الاهلي بص ازاره اتضايق، مع انه قعد مع الراجل النهارده، هو اللي طلب انه قعد مع الراجل وظبطوا الدنيا وكل حاجه، لكن في النهايه انت اخطات هيتم عقابك. النادي الاهلي كده هيتم عقابك، ولكن انت بتلعب وهتلعب ووجهه نظر ما تاثرش على اللعب، يعني ما تاثرش على اللعب يعني بشكل او اخر. وبالتالي هو ده طبيعي اللي بنشوفه كتير اعتقد، ولا يمكن احنا بنتكلم عشان ندافع بس ولا ايه؟ لا 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 بص يا اسلام، يعني طبيعي جدا اي واحد ما بيلعبش طبيعي ان هو يزعل. ولكن بص، هي رده الفعل، يعني رده فعل ممكن تكون رده فعل خارجه عن النطاق بشكل كبير، فبالتالي وارد جدا يبقى في عقاب مادي بقى، عقاب تربوي، اي عقاب من الاخر. ولكن اللعيب اللي ما يزعلش يا كابتن يعني ما يبقاش لعيب كوره. بالظبط كده، يعني وجهه نظر الشخصيه، يعني اللعيب اللي مش كمان ما عندوش طموح، ما عندوش حماس يلعب، ما يعني مش فارقه معاه. بالظبط، العب زي ما العبها معاك. بالظبط. وخد بالك، يعني اللي عاجبني اكتر من الزعل بتاع وليد الرد بتاع رينيفايل جدا، يعني ان هو بيقول لك ده وضع طبيعي. هو كان احساس المدرب باللعيب مهم جدا، وخلي بالك هو ده اللي ممكن يكون الرد بتاع ريني فايلر، من الممكن جدا ان يكون دفع وليد ازارو ان هو لا انا باين على انا غلطت بقى. صح صح، هتعاقب ملهاش علاقه الكابتن عبد الحفيظ، اكيد هيعاقبه في نفس الوقت. انا مش عايز الراجل يزعل مني. بالظبط، في لوائح ماديه ممكن تمشي على الجميع، دي ملهاش علاقه، احنا متاكدين فيها. بالظبط، في لوائح ماديه تمشي على الجميع مع الاخطاء، ولكن انا بتكلم على علاقه المدير الفني ومدى احساسه باللعيب. لو انت عندك احساس باللعيب بتاعك، ده معنى ان انت بتتعامل مع كل اللعيبه بشكل جيد جدا يا كابتن. انت قدرت تكتسب احترام وثقه كل اللاعبين الموجودين، مش بس على وليد ازارو انه عمل مشكله او انه هو زعل او انه كانت رده فعل كانت المفروض ما كانتش تبقى موجوده، لا في العالم كله بنشوف ردود افعال من السوبر ستارز، مش من وليد ازارو. يعني ما احنا شفنا مشكله ما بين ماني وما بين صلاح في الملعب، وبعد كمان التغيير والمدير الفني عشان هو يعني يعي وعنده احساسه باللعيبه قدر ان هو يحتوي هذا الموقف. دي الخبره، لا شفنا بقى خصومات ولا شفنا بقى على الشاشات ولا اي حاجه خالص. في مصلحة إيجابية طبعا، إيجابية يعني إيجابية جدا إيجابية جدا. لا لا لا. كله جداً. متحمس وعايز يا جماعة ما تفهموناش غلط، يعني احنا مش بنقول ان اللي حصل من وليد صح مش مقبول، مش مقبول، لكن بنتكلم على رد فعل المدير الفني، لكن بنتكلم على الشكل العام كله. انت عملت حاجة غلط هيتم عقابك. دي دي بالنسبة لنا اصل احنا كالاهلي كده مفروغ منها، ان احنا مش هنتكلم في هذه النقطة. صحيح. ان هو هيتعاقب ولا مش هيتعاقب؟ لا هو كده كده هيتعاقب. لكن هو اساسا ان هي ايه التقارب اللي حصل النهارده ما بين الراجل وبنت قعد اتكلم وعمل، فخلى الموضوع يبقى بسيط. الموضوع عباره عن مشاعر يا اسلام، ولابد ان انت بتراعي مشاعر اللعيب اللي بيلعب. هو برده مش آلة انت بتحركها في الملعب، انزل العب مش هتلعب نغيرك، وقت ما نغيرك نحطك ماشي اوكي. دي احنا اعتدنا عليه كنظام في كره القدم، ولكن مع مراعاه المشاعر الموجوده للعيبه كده كبني ادم بالظبط، كبني ادم له رد فعل كنجم كمان بالظبط، وكسوبر ستار يعني واحد طبعًا. يعني وليد ازارو اسلام كمان كنجم، السنه دي لعيب منتخب، السنه دي لعيب منتخب، فاهم قصدي؟ مش لعيب عادي برضه. يعني عنده يعني الفاليو بتاعه عالي، يعني قيمته كبيره. فالنهارده انت كمدير فني عشان كم ما تخسرش اللعيب اللي موجود عندك، انت مهم برضه يا اسلام العلاقه ما بين المدير الفني طبعا. يعني انت عملت النهارده كده مع وليد ازارو، خد بالك اللعيبه بقيه اللعيبه بتبص لرده الفعل. صح. هل انا ممكن لو انا جه عليا الدور هيتعامل معايا بنفس المنطق؟ هل ممكن ياخد مني موقف سلبي
فبالتالي المدير الفني النهارده باحتوائه لوليد ازارو بيحتوي مجموعه كبيره من اللعيبه ممكن يحصل فيها حاجه مع زي التسليم بوجود العقوبه اكيد اكيد. لا لا بص احنا مش بنتكلم على بص معلش يا بلال ما هو انا الناس بتفكر ان احنا الناس بتفكر ان احنا بندافع عن الخطأ ان مفيش عقوبه مثلا. لا لا خالص عقوبه احنا كاهلاويه كده كابتن فتحي انتوا معلمينا كده احنا عندنا تسليم بالموضوع ده فبنتكلمش فيه. ايوه يعني العقوبه موجوده موجوده ولكن اللي بلال بقى العلاقه العلاقه الانسانيه مش بنتكلم. خد بالك انت عقدك هتاخده تمام مفيش حاجه اللي هيتخصم منك هيتخصم هيتخصم ده مفيش حاجه ده ملوش علاقه بالمكافئات اللي على جنب اللي انا هديها لك. الكابتن سيد برضو ما يعرف العلاقه فيما هو قادم بالظبط ايوه مش هتاثر بقى على وجودك في الفرقه او عدم وجودك. لا عموما يعني اتكلمنا كتير عن مباراه الهلال ولكن خلينا بقى هنطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لنادي وادي دجله. المباراه ان شاء الله هتبقى يوم الاربعاء في تمام الساعه 7:30 كالعادة هنكون مع حضراتكم قبل المباراة بساعتين ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الأهلي لنادي وادي دجلة وبعد كده نرجع بقى نتكلم عن هذه المباراة. بدا فريق الكرة بالأهلي صباح اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز بعد حصول الفريق على راحة السبت عقب الفوز على الهلال السوداني بهدفين لهدف في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر المدير الفني ركز على تجهيز اللاعبين لموقعة دجلة من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز حيث لم يفقد الفريق أي نقطة فقد حقق العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الأربعة التي خاضها المارد الأحمر في المسابقة بداية من موقعة سموحة في الجولة الأولى ثم الإنتاج الحربي مرورا بأسوان ثم الجونة في ملعبه قبل خوض المعمعة الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي ثم الهلال السوداني. فايلر حرص على إجراء تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الهلال السوداني الجمعة الماضي حتى لا يتعرضوا للإجهاد قبل خوض موقعة دجلة في الوقت الذي خاض فيه بقية اللاعبين تدريبات قوية من أجل تجهيزهم بالصورة الأفضل خاصة الغائبين عن المشاركة منذ فترة مثل سعد سمير وأيضا وليد أزارو ومروان محسن الذي وضح خلال المران بأن هناك سباقا بينهما من أجل نيل شرف تمثيل هجوم المارد الأحمر في موقعة دجلة. استهل فايلر تجهيز لاعبيه بعقد محاضرة بالفيديو قبل انطلاقة المران لدراسة أبرز نقاط القوة والضعف في فريق وادي دجلة قبل مواجهته المهمة الأربعاء المقبل التي من خلالها يسعى المارد الأحمر لاستعادة قمة الدوري التي انقض عليها زعيم الثغر بفارق نقطة في ظل غياب الأهلي لمشاركته في البطولة الإفريقية. الجهاز الفني يركز في تدريبات الفريق خلال اليومين القادمين قبل لقاء دجلة على بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها في لقاء الأربعاء من خلال مشاهدته لمباريات وادي دجلة التي خاضها في الدوري تحت قيادة اليوناني تاكيز جونياس والذي يلعب بطريقة مختلفة عن بقية أندية الدوري. خلينا بقى نروح نتكلم كلمنا كتير عن مباراه الهلال واهم المكاسب واهم السلبيات وانا بشكركم جدا الحقيقه لتوضيح الامور لكل جمهور النادي الاهلي وبالتالي حضراتكم بتزداد احتراما عند كل طبعا يعني انتوا فوق دماغ كل فوق دماغي انا تحديدا لكن بتزداد الحقيقه بكلامكم المحترم وكلامكم الصريح والواضح جدا في ملعب الاهلي. كابتن فتحي خلينا نتكلم بقى عن مباراه وادي دجله. مباراه وادي دجله مباراة مهمة هتنتقل من الأجواء الإفريقية للأجواء المحلية مرة أخرى. تقييم حضرتك لهذه المباراة؟ طبعا كوادي دجلة مبدئيا مباراة هي آخر واحد في الدوري ترتيبها 18 دلوقتي مباراة
نقدر نقول ايه، ثلاث تعادلات، ثلاثة لعب ست مباريات، ثلاث تعادل ثلاثة هزيمة، يعني ما كسبتش لا لا بدون مكسب ولا مباراة. فأكيد فرقة جاية أولا رغم هذا الترتيب وإنها متأخرة وإنها كده، لكن أي مباراة في ال 17 فريق غير النادي الأهلي بيلعبوا النادي الأهلي هي مباراة قمة، قمة لهم مش قمة للنادي الأهلي، قمة لهم، لأن كل واحد عايز يعرض نفسه في ماتش الأهلي، عايز يشوف صح. يعني دي ده وضع طبيعي. فإذا ما نقولش إن دجلة، أنا قلت الأول دجلة آخر الدوري، مش معنى آخر الدوري يعني خلاص انزل اكسب، لا، هما هتلاقي عندهم روح قتالية وعندهم تصميم غير المدرب ما بيقول لهم. كل لاعب عايز في عصر الاحتراف اللي احنا فيه ده عايز يزود سعره صح. فهزود سعره امتى؟ في المعرض. امتى المعرض؟ اللي لما الناس كتير بتشوفه، اي ناس كتير بتشوفه ماتش الاهلي والزمالك. فيوم دجله لاعب الاهلي، دجله بيلعب الزمالك، اكثر مشاهده جماهيريه واكثر مشاهده للانديه الثانيه تشوف، فكل واحد عايز يطلع اللي عنده. فاللعيبه بتوع دجله مش هيلعبوا بلعبهم الطبيعي، يعني اكتر مما يتخيلوا من طاقه هيقدموها. طيب احنا بقى كنادي اهلي، احنا خلصنا افريقيا وراجعين وعايزين نتصدر، لان احنا الاربع مباريات الاولين لعبناهم الحمد لله وبتفوق وباداء متميز وكده. هل ده هيغير من امرنا؟ لا، برضو النادي الاهلي مش قليل، النادي الاهلي عنده مجموعه لعيبه، وزي ما بقول احنا ما نعرفش مين الفرقه دلوقتي، لكن اي 11 لاعب هيبداوا مباراه دجله يوم الاربعاء هينفذوا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، الاستحواذ والوصول للجول والمرمى، خلاص هو الفكر اصبح واضح يعني بكل بيمشي عليه طبعا. وبعدين اللعيبه يا كابتن اسلام، يا كابتن حسيس، يا كابتن بلال، في خلال الثلاث ايام دول لا هيفقدوا لياقتهم ولا هيفقدوا مهارتهم ولا هيفقدوا الفكر الخططي، بل بالعكس هيزيدوا، لانهم خدوا دروس من ماتش السودان، من ماتش الهلال، فالدروس دي برضو لصالحهم ايجابيه، الجول اللي جينا فينا ايجابي للناحيه الدفاعيه عشان تظبيط. فانا شايف ان المباراه مش هقول سهله ومش هقول صعبه، لكن مباراه من ضمن مباريات الدوري العام 34 مباراه عشان الحصول على بطوله الدوري. تمام، لعبنا اربع مباريات، هذه هي الخمسه، وان شاء الله نكمل المسيره. كابتن حشيش، بالمقارنه بوادي دجله، يعني النادي الاهلي عنده ضغط مباريات كبير جدا بالمقارنه بوادي دجله اللي صحيح. يعني لعب كل اسبوع تقريبا مباراه مثلا، لو قلنا يعني ان هو اسبوع ممكن يكون اكتر بالنسبه له، هل ده يؤثر بشكل سلبي او ايجابي بشكل او باخر يعني مع النادي الاهلي ام ضد النادي الاهلي؟ طبعا انت لما بتلاعب فرقه طبعا مريحه ما عندهاش ضغط مباريات زي النادي الاهلي، بتبقى عندهم اريحيه زي شويه، زي نادي دجله، زي نادي دجله بيبقى في اريحيه شويه طبعا على عند اللعيبه، غير طبعا الحماس زي ما قال الكابتن فتحي، انت بتلعب البطل، اي فرقه بتلعب البطل بتموت نفسها، وزي ما الكابتن فتحي بيقول بيسوقوا نفسهم لاي حد تاني، لا ده هم اول حد بيسوق نفسهم ليه هو النادي الاهلي نفسه، يعني طبعا اللعيبه بتلعب بكامل طاقتها، هتبقى في مباراه بين فرقتين العنصر الاساسي اللي بيعتمدوا عليه هو الاستحواذ، يعني احنا شفنا وادي دجله اهم حاجه عنده هو الاستحواذ، يعني الاستحواذ كمان اللي هو بزياده شويه بلال بينرفز، يعني ممكن يوصل لغايه تلت ملعبك ويرجع تاني بالكوره. مين اللي هيفرض اسلوب لعب النادي الاهلي دلوقتي؟ برضه بيعتمد على الاستحواذ، مين اللي هيفرض طريقه لعبه على التاني؟ هل زي ما الفرق بتلعب مع وادي دجله بتسيب لها الاستحواذ في نص ملعبها وبتعتمد على الكونتر اتاك، النادي الاهلي هل هيضغط من؟ شفت الاسئله بتاعتي ولا انا بعد كده هخبي منك الاسئله والله. انا كنت ايه السؤال اللي جاي يعني، طريقه لعب تكيس جونيس اللي هو المدير الفني لوادي دجله، يعني بيعتمد على ان هو بيبني من تحت من عند محمد عبد المنصف وبيكم وبقيه اللاعبين اللي متواجدين في استوديو كروي يا كابتن. نعم، ده استوديو كروي. انا بعد كده هخبي الاسئله، دولت قرار جاي حلقه وصل بينا نعمل ايه يعني؟ لا لا، انا زي الامتحانات هقعد اعمل كده، خلي بالك انا مش شايف هنا، هشوف هنا. لا هي الفكره، انا اسف ان انا بقطع الحديث، بس هو ايه العلم والخبره والكوره، طالما هو واحد كوراجي بتاع كوره، فانت بتسال واحد بتاع كوره اكيد هيقعد يتكلم في الحاجات دي طبعا، وانت طبعا
بتحاول تسال اسئله هو في دماغه عايش الكلام ده، فاللي قاعدين بيتكلموا في الكوره مش بيتكلموا في مش عارف في البطاطا الطبيخ مثلا، لا في البطاطا البطاطا في الشتاء او الطبيخ، ممكن الطبيخ الطبيخ برضه بما اننا مش جعانين قوي يعني. انت بتتكلم على فرقه خلال 6 مباريات اللي لعبتها اللي هي وادي دجله طبعا، 3 خساره و3 تعادل بدون مكسب، دخل فيه 8 اهداف وجاب 5 اهداف في 6 مباريات. كل برغم الاستحواذ الكبير فترات كبيره جدا من المباراه بلال، انما هم برضو الفرق بقت عارفه ان هو معظم الاجوان اللي بتيجي في وادي دجله نتيجه اخطاء تمرير من الثقه الزياده والنقل في نص ملعبهم، في اخطاء كثيره. فهل النادي الاهلي هيعتمد على الضغط العالي من قدام بحيث ان هو يغلط فرقه او لعيبه وادي دجله ويقدر ان هو يحرز يعني هدف مثلا مبكر يفتح اللعب؟ لان ما اعتقدش برضو ان وادي دجله لو حصل فيه اهداف من البدايه هيبتدي برضو يستحوذ ويلعب، لازم برضو هيبتدي. لا بس احنا مش شفناش غير كده، هو الراجل يعني بقى هو الراجل اصله كمان جونيز غير كده طول الفتره اللي فاتت، اي هيخش هو الراجل غريب يا اسلام. احنا كل يعني قلنا خد سنه كامله في الموضوع ده وكان هتكلفه خساره ان هو ينزل الفرقه، بدا برضو السنه دي نفس شايفين نفس الريت ونفس الطريقه. طب انت عايز توصل لايه يعني؟ ما هو الكوره في الاخر طريقه لعب بيطبقها، لازم تترجم لاهداف وما تدخلش فيك اهداف، انما لما يبقى داخل فيك 8 اهداف يبقى في خلل يعني في 5 اهداف وجايب 5 يعني 6 مباريات يعني حتى ما جبتش في كل مباراه جول يعني انت فاهم. فانت عندك خلل في الحته الدفاعيه دي اللي بتادي ان انت بتخسر المباريات بتاعتك، او على الاقل انت بتتعادل مش هتفضل تلعب على حته التعادل هيوصلك. يعني لازم تغير شويه من الطريقه طالما الطريقه دي مش ماشيه مع الفرقه اللي هم نفس الفرقه بتاع السنه اللي فاتت. يعني ما شفناش تحسن في النتائج لان الغرض ده كله نغير بس بعد الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن بلال، وضع دجله في الدوري او في جدول الدوري ممكن يصعب المباراه على الاهلي؟ لا بص، دجله عنده ميزه وعنده مشكله. الميزه اللي موجوده عند دجله لما بيلعب الفرقه الكبيره، لانه هو بيشتغل على المساحات والكاونتر اتاك والسرعات اللي موجوده عند اللعيبه اللي قدام والمهارات اللي موجوده عندهم، هو بيشتغل في الحته دي بشكل كويس لان هو بيلعب اوبن جيم، يعني بيلعب جيم مفتوح تمام حتى لو مغلوب، حتى وهو مغلوب. ودي مشكلته مع الفرق الثانيه، الفرق اللي هي منظمه شويه دفاعيا اللي هي يعني اكثر تنظيما دفاعيا، هي مشكله دجله في الحته دي ان هو لما بيقابل فرقه منظمه دفاعيا بيبقى عنده مشكله في الاختراقات شويه وعنده مشكله في الحته الدفاعيه، لان الفرقه لما بتقابله بطريقه برضو الهجمات المرتده السريعه الكاونتر اتاك، فبالتالي بيلاقوا مساحات كتيره في دفاعات دجله، فمن السهل جدا ان تسجل اهداف فيها، وده اللي حصل الموسم اللي فات وده برضو اللي حصل الموسم ده. مع الانديه الكبيره هو بيستمتع الحقيقه باللعب المدير الفني وبيعمل جيم كويس، بيلاقي مساحات يشتغل فيها، بيلاقي فرصه انه يعمل كاونتر اتاكس كتيره جدا، بيلاقي مساحات على اطراف الملعب ورا الاثنين المدافعين، واشتغل كده مع الزمالك واشتغل مع الاسماعيلي واشتغل مع النادي الاهلي برضو السنه اللي فاتت، وعمل جيم وعمل 3 ماتشات كانوا من افضل الماتشات اللي عملوهم وادي دجله وكل الناس اتكلمت، وفي النهايه برضو كانت نتيجه الخساره. انت بتلاعب فرقه النهارده بتلعب مدير فني، انا مش عايز اقول فكر اوروبي لان الكره بتتطور دفاعيا وهجوميا، مش بس هجوميا، هو متطور هجوميا جيد جدا ولكن غير متطور دفاعيا على الاطلاق. بس لما بيلعب فرقه زي النادي الاهلي عنده مساحات بتقدر تكتشف ان الفرقه دي عندها كره وعندها امكانيات، لانه فعلا في الثلث اللي قدام عنده لعيبه عندها امكانيات وسرعات رائعه جدا. بس انا يعني اعتقد يا اسلام ان انت ده مش ده الدوري، ده انت بتلعب 17 فريق بالظبط. ما انا بقول لك وبعدين انا بتهالي تستمتع بالنتيجه اكتر ما تستمتع بالاداء كده. يعني انت مش عايز تستمتع بس بقى بالنتيجه، دي سياسه الراجل من السنه اللي فاتت، دي السياسه هو بيشتغل عليها. الاداره بتقبل هذا الموضوع، وهي الاداره قبل الموضوع ده، هو جه السنه اللي فاتت نفس الموضوع وعلى اخر ماتش او اخر ماتشين قعد في الدوري العادي. هو غير شويه من نمط اللعب في اخر مباراتين السنه اللي فاتت، غير سنه صغيره تمام وقدر يحافظ دفاعيا شويه كده، ولكن هو في بدايه الموسم بيقول لك انا بلعب كره هجوميه، بلعب كره عايز استمتع، عايز اسجل اهداف، يجي فيا هدف اجيب هدفين، دي الطريقه اللي بيشتغل عليها المدير الفني لوادي دجله. مع النادي الاهلي صعوبه المباراه بس هتبقى ان الجيم هيبقى مفتوح وفي سرعات في الناحيتين، هيبقى جيم سريع جدا جدا، يعني نخشى من الهجمات المرتده السريعه اللي ممكن يعملها وادي دجله، لان الكلام ده شفناه المره اللي فاتت
والاثنين اللي بيلعبوا تحت الفراوده منهم اعتقد ادواردو اسمه ادواردو تقريبا ادواردو لعيب سريع ولعيب عنده مهارات وعنده امكانيات وبيقدر يلعب على الجول بشكل كويس قوي. يعني عنده في الحته اللي قدام دي لعيبه وحسام عرفات لعيب كويس عنده لعيبه عندها امكانيات جيده جدا في الحته اللي قدام دي اسلام. وهي دي هتبقى مشكله النادي الاهلي في حاله ان انت لو اشتغلت باثنين طرفين دايما في الحته الهجوميه على طول. ما انت في بعض الاوقات هتيجي تشتغل بواحد ميدفيلدر بس يا كابتن وبعدين تشتغل الثاني كانه صانع العاب فيبقى عندك هيبقى الفرقه اللي قدامك هيبقى عندها مساحه في نص ملعب تقدر تستغلها بشكل جيد. وده اللي ممكن يحصل مع وادي دجله في بعض الاوقات. فرق زي دجله دي انت يعني مش تخاف منها لازم تعملها بعض الحسابات لان يعني بعض مباراه يا كابتن يعني ما اقصدش يعني خاصه يا كابتن الفرق اللي عندها امكانيات هجوميه جيده سرعات ومهارات فرديه الفرقه دي عندها سرعه وعندها مهارات غير الثوابت بتاع كره القدم. يعني طول احنا دايما نقول ايه طول ما الفرقه طول ما انت محافظ وما تدخلش في الجون ممكن سهل تكسب انما انت عشان تهاجم باندفاع وبعدين كل مباراه يعني يا كباتن اهداف لازم يعني تحطوا الفارق في امكانيات لعيبه النادي الاهلي فارق لعيبه النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي حملنا المدرجات فكر الخبرات اللي عند لعيبه النادي الاهلي لها دور في المباراه يعني ما نفقدهاش. يعني هم دجله مع احترامي فرقه كويسه وكل حاجه لكن خبرات اللعيبه هنا ولا هنا امكانيات اللعيبه هنا ولا هنا فكر المدرب هنا خبرات اللعيبه السنه دي في المباريات اللي لعبوها وجود الجمهور اللي هو يكون موجود ده كل ده اكيد اكيد يعني له دور في المقارنه اللي احنا بنتكلم فيها. هو الراجل يا كابتن فتحي عنده بس مشكله يعني ما هو انت ما ينفعش المدرب بتاع دجله المدير الفني بتاع يعني انت يعني بتلعب كل اللي يخش اللي بيفتح التلفزيون يقول لك الراجل عنده مشكله يعني انت بتلعب خلونا في حته تانية انت بتلعب مع اي فريق بنفس الطريقه بتاعتك يعني بتلعب النادي الاهلي مثلا زي ما بتلعب مثلا اي فرقه تانية اسوان يعني انت فاهم ازاي؟ ما هو لازم يبقى فيه انت بتلعب فرقه كبيره خلاص هو هيغير ما هيسمع كلامك دلوقتي انا مش عايزه يغير ما احنا اتفقنا نغير بعد كده بس طب خلاص ما احنا بنحلل المباريات يعني بيديله الحلول انا لا لازم بس هو كده هو بيشتغل بص يا كابتن هو بيشتغل كده هو عايز يثبت للناس ان كره القدم تطورت بشكل جيد وان هو في الدوري المصري هيلعب بشكل مختلف هيقنع الناس بيه ربنا انا اتطور هجوميا بص يا كابتن انا يعني مع احترامي لكل الانديه اسلام واحترام كل الفرق انا ما ينفعش العب بطريقه الكبار وانا لسه ما وصلتش للحته دي للليفل ده فاهم قصدي انا النهارده عايز العب بطريقه محدده تكسبني ماشي ما لازم يكون عندي الامكانيات يا كابتن بتتناسب لازم اللعيبه تعرف تنفذ الامكانيات الموجوده صحيح خلاص هو خد الدرس يعني بتتناسب مع امكانيات فرقتي ولاعيبه كابتن والله ده هو الراجل خلاص كل الاستوديو ده هياخده ويشتغل بيه عموما راجل يوناني مش ما بيفهمش راجل اليوناني ما بيفهمش نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن مباريات كاس مصر بقى في نهايه هذه الحلقه نطلع الفاصل ونرجع نكمل كابتن فتحي خلينا نروح بقى نتكلم شويه عن كاس مصر في دور ال 32 مفاجئتين من العيار الثقيل بخروج نادي الانتاج الحربي من ابو قير للاسمده ونادي امبي من نادي الترسانه راي حضرتك بشكل عام في مباراه دور ال 32 كل الناس من زمان من قديم الازل من الكوره الكاس له مفاجاته ايا كانت يعني دي حاجه مش غريبه ان مع احترام يعني الام بي فرقه متميزه فيها كابتن حلمي طولان راجل كويس وحظوظ بقى كابتن محمد صلاح مسك ترسانه في اول ماتش يطلع ام بي فيعني دي بقى ما تقدرش تقول فيها هل امكانيات لعيبه ولا تقول امكانيات مدربين ولا تقول فجر من مفاجآت بنقولها مفاجاه ليه لان بيخش فيها التوفيق في اليوم ده التوفيق في اليوم ده الكره مش ماشيه مثلا مع انبي وفي حماس من الترسانه وعايزه تثبت وجودها انها افضل انها لازم تلعب في الدوري الممتاز ودي احد فرق الدوري الممتاز ان انا عايز العب مقابل لهم نفس المشكله دي حصلت مع انتاج الحربي بيلعب مع فرقه اقل منه
والفرق الاقل منه تخاف منها. انت ما تخافش الا من الفرق اللي اقل من الفرق اللي في مستواك، يعني هي بتبقى عامله لك حساب، لان الخسران الفرق الاقل دي لو خسرت ما انا خسران، مش خسرانة حاجة يعني، مش فارقه حاجه، انا درجه ثانيه وانت دوري ممتاز. لكن كل ده حتى اللعيبه نفسها، اللاعب المصري للاسف، اللعبه ومش للاسف، اللاعب في العالم، اي لاعب في العالم بيجي له احساس داخلي ان اللي قدامه اقل منه، مهما تقول له احترمه والعب والكره ملهاش كبير ولازم تلعب مع الفرق كلها واحد وانت بتلعب 11 وهم 11، لكن في النهايه بيتسرب للعيبه ان احنا لا، مين دول؟ مين الاسمده ولا بتاع ولا كده؟ فطبعا مفاجاه بالنسبه للانتاج الحربي. اما بالنسبه للترسانه و امبي، احنا قلنا ان الترسانه الروح القتاليه العاليه جدا اللي هي عندهم عايزه تثبت ان احنا دوري ممتاز، وامبي ما يصحش انها تكون دوري ممتاز، هي اللي فرقت حاجه. حاجه ثانيه بقى، نتيجه مباراه امبي مع الزمالك رفعت من امكانيات لاعبي امبي النفسيه قبل البدنيه والمهاريه، رفعت يعني تقول لي انا اتغروا، مش عايز اقول كلمه اتغروا، ثقه اكتر من اللازم. فالثقه اكتر من اللازم دي لازم مش هتقدر تسيطر عليها في الملعب، ان انا حاسس ان مين الترسانه اللي هي مش اول مجموعتها في الدرجه الثانيه، وانا لسه كاسب نادي الزمالك احد ابرز الفرق الكبيره اللي بتنافس في بطولات افريقيا. فطبعا هذه المباراه انا بقول سر خساره امبي انها كسبوا الزمالك. ليه؟ لان لما كسبوا الزمالك حسوا انهم فرقه تمام. بقى ما تخسرش، فبالتالي حصل اللي حصل. كابتن، كيف يتجنب الكبار مفاجاه الكاس؟ اللعب طبعا بحرص، الكاس دايما عودنا ان يبقى فيه مفاجات، لو ما فيش مفاجات ما يبقاش كاس، بدليل طبعا المباراه الانتاج الحربي مع بوير دي كان مباراه غريبه يعني، وطبعا امبي مع الترسانه، وخصوصا بعد طبعا كابتن حلمي طولان ما مسك نادي امبي وعمل يعني معاه يعني رفع الاداء، انا بصراحه استغربت من المباراه دي. هي بتبقى برضو يعني تحفيز اللعيبه قبل المباراه ان ده مباراه كاس وفيها مفاجات، بس غصبا عنها اللعيبه حتى لو انت فعلا اديتها الثقه واديتها الحافز الكبير، بينزل برضو بلاعب فرقه درجه ثانيه درجه ثالثه، بيبقى برضو في نوع من التراخي. معظم المباريات اللي اتلعبت كلها نتائج طبيعيه. انا يعني الحقيقه من الفرق اللي عجبتني قوي في الدور اللي فات 32 فرقه بني سويف، الحقيقه عملت مباراه بامكانيات بني سويف قدام النادي الاهلي كانت من احسن الفرق اللي شفتها. مزبوط. من القسم الثاني والثالث بيعملوا مباراه فعلا قويه، وهتحس ان هم في حاجه بتتنفذ في الملعب. طبعا بنحيي عليها الجهاز الفني، انما طبعا بقيه المباريات يعني طبعا بيراميدز 6-1 مع النجوم، دي برده نتيجه يعني النجوم كانت لسه عهد قريب في الممتاز، فانها تخسر برده 6 دي كتير، انما بقيه المباريات شايفها نتائج كلها طبيعيه. تمام. كابتن بلال، مباريات دور ال 16 بقى اللي هي الاهلي سيلاقي نادي الترسانه، الزمالك هيلاقي نادي سموحه، الاسماعيلي سيلاقي نادي بيراميدز، وبقيه المباريات، لكن الثلاث مباريات دول هم الاكبر والاهم يعني، ايه رايك؟ بص يا كابتن اسلام، هي الفكره كلها في مباراه الكاس بالذات هي استعداد، استعداد ورغبه. في بعض الانديه بتاخد مباراه الكاس ان هي مباراه تجريبيه بالنسبه للعيبه اللي مش موجوده، اللي ما بتلعبش، اللعيبه اللي ممكن تكون على دكه البدلاء، اللعيبه اللي المدرب ما بيشركهاش، فبالتالي بتحط اللعيبه دي على طول يعني بلغه كره القدم في وش المدفع، فبالتالي بتحصل من هنا المفاجآت اللي احنا بنشوفها. يعني النهارده امبي بيلعب مثلا الترسانه، فامبي خلاص مباراه بالنسبه له سهله، فبيحط اللعيبه كابتن ما بتلعبش، 6-7 لعيبه في الملعب موجودين ممكن ما يكونوش بيلعبوا، فبيجرب لعيبه بيحطهم، هو ده الاستعداد اللي انا بتكلم عليه. طموحك ايه في الكاس؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تلعب على بطوله الكاس؟ هذه البطوله المفترض ان هي متاحه للجميع، الدوري صعب جدا. الدوري صعب ومتاح للجميع، الدوري عايز نفس طويل، عايز امكانيات كبيره، عايز لعيبه على مستوى عالي، عايز تيم متكامل، عايز مدير فني قوي، عايز جمهور مساندك، عايز حاجه كتيره جدا. اما الكاس
هي دي البطوله المتاحه للجميع من وجهه نظر الشخصيه يعني، لان البطوله عباره عن خمس ست مباريات متباعده يا كابتن كمان يعني يعني كل المباراه مع المباراه ليها فتره زمنيه طويله جدا، فهو استعداد في بعض الانديه ما بتستعدش بشكل جيد للكاس، فبالتالي بتحصل هنا المفاجات. الانديه الكبيره انا بشوف زي ما مستر فايرل اشتغل كده مع الاهلي، زي ما الزمالك اشتغلوا ابتدى يعني بيحط عنصرين ثلاثه كابتن اضافه للفريق اللي موجود المكتمل، لان هي في الاول وفي الاخر دي بطوله قويه محسوبه للمدير الفني، محسوبه للنادي، محسوبه للعيبه. فانت النهارده المباراه اللي جايه لو فيها استعداد من الفرق الكبيره اعتقد مش هيبقى فيها المفاجات اللي احنا شفناها في الدور ال 32 على الاطلاق يعني، لان خلاص يعني انت بتتكلم في حرس الحدود، الاتحاد السكندري، اسوان، المقاولين، المصري، الزمالك، سموحه، دجله، طلع الجيش، المقصه، بيراميدز، الاسماعيلي، الاهلي، الاهلي تقريبا دوري ممتاز بس بالظبط 14 فرقه ما عدا فرقتين 14 فرقه دوري ممتاز الاكثر استعدادا والاكثر رغبه يا اسلام اعتقد هو اللي هيفوز في المباراه اللي جايه دي كلها، ومش هيبقى في مفاجات لو في استعداد جيد من الانديه الكبيره اللي بتلعب على البطولات. طب خلينا نسال كده واحده بسرعه كابتن فتحي، ابو هيل الاسمده وحرس الحدود مين اديني حرس الحدود يصعد الى دور الثمانيه واتحاد واسوان اتحاد لا انا واحده هنلف طيب اتحاد واسوان يا كابتن الاتحاد واسوان الاتحاد سكندري يعني الاتحاد وحرس الحدود المقاولين العرب والمصري البورسعيدي بلاه المصري المصري يكسب خلي بالك المقاولين كعبهم عالي في في كاس مصر دايما احنا عايزين الكابتن ماهر همام معانا عشان ناخد منك 200 جنيه لا بلال 200 دولار هيديك نتيجتين بلال 200 دولار بلال مصر هيكسب هيديك نتيجتين بلال 200 دولار ماشي ثلاث نتائج هتبقى الثالثه طيب الزمالك وسموحه زمالك زمالك وادي دجله ونادي مصر يا كابتن حشيش يعني بص وادي دجله صغير وادي دجله ماشي اقول لك وادي دجله يا موسى ايوه طلع الجيش ومصر المقصه بلاد طلع الجيش ومصر المقصه تمام اسماعيلي وبيراميدز يا كابتن بيراميدز انا مش هسال انا اسال نفسي لا ولا تسال طبعا عموما دي كانت حلقتنا النهارده انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي شرفت ونورت شكرا جزيلا يا كابتن حشيش شرفت ونورت شكرا جزيلا يا كابتن بلال شرفت ونورت انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء ان شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره قبل المباراه بساعتين طبعا لنقل كل احداث وكواليس ما قبل مباراه النادي الاهلي مع نادي والدجله وكل امنياته الطيبه للنادي الاهلي في هذه المباراه ان يفوز ويعتلي قمه الدوري مره اخرى كالعاده بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء القادم وحلقه جديده للملعب الاهلي.